كل مكان مساء الخير واهلا بحضراتكم. كل سنه وحضراتكم طيبين. بمناسبه شهر رمضان المبارك اعاده الله علينا وعلى مصر والامه العربيه والاسلاميه ان شاء الله بالخير واليمن والبركات. اسمحوا لي في بدايه هذا اللقاء ان ارحب بضيفي الكريم الكاتب الصحفي والناقد الرياضي الكبير الاستاذ ابراهيم حجازي. اهلا بحضرتك استاذ ابراهيم. كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وانت طيب ومصر كلها طيبه. عندنا موضوعات كتير قوي شان دايما لقاءاتنا مع حضرتك اللي بتثريها بحديثك وتحليلك لقضايا كثيره رياضيه وكرويه غير رياضي. خلينا نبدأ مع حضرتك ومع السادة المشاهدين برمضان. ماذا يمثل بالنسبة للأستاذ إبراهيم حجازي الكاتب الصحفي والناقد الرياضي والإنسان المواطن المصري؟ شهر رمضان بيغير إيه في حياتك؟ إيه الطقوس المختلفة اللي دائما أبدا مرتبطة بهذا الشهر الكريم؟ عايز أقول بس كل سنة وكل المصريين بخير وفي خير، وربنا يعيد الأيام دي يا رب أحسن حال على مصر وعلى الأمة كلها. عايز أقول إن إحنا في رمضان عايزين بس نفتكر حاجة واحدة، لأن احنا في شهر رمضان بنصرف أشياء كثيرة جدا. لو تتفرج حضرتك على الإعلانات، وأنا مش عشان ما حدش يقول لي هنقول إيه، الخيام الرمضانية وبتاع، ما فيش مانع انبسط وسلة، بس وأنت مبسوط، وأنت النهاردة كله كان بيرتب كله إزاي بيعمل سحور وإزاي أول سحور وإزاي كله مولود وإزاي إنك أنت هتتسحر فين وتفطر فين ونعزم فين. عايزين نفتكر بس إخواتنا وأهالينا وأبطالنا في الجيش وفي الشرطة اللي هم قاعدين في كل مكان وفي أي مكان، في خط النار وفي كل حتة في مصر عشان يحمونا. بيفطر إزاي؟ بيصحر إزاي؟ ربنا وحده اللي أعلم. عايز بس نفتكر ده بس، ومش أكتر. إن إحنا نبقى وإحنا في رمضان قبل ما واحد يتعصب يقول أصل أنا صايم، افتكر اللي على خط النار، افتكر إن إحنا في شهر رمضان ده حققنا أعظم انتصار في تاريخ الأمة دي كلها في شهر رمضان. نفتكر بس الحاجات اللي تحصل. رمضان له للكسل وله للأكل وله للنرفزة وله لأي حاجة. رمضان ده حكمة ربنا إن احنا بنبتعد عن كل ما هو فيه شهوات بتهذيب للنفس والكلام ده كله. الجزء الثاني بس نفتكر أهلينا في دول في رمضان. لما بتقول لي ذكرياتك أنا افتكر والله العظيم وحق هذه الليلة المفترض. أنا في اللي هو 28 مظلات اللي كنت فيه في الحرب، ان احنا المجموعه اللي كانت معانا دي ما حد فطر يوم. كنا صايمين على علبه تعيين القتال، علبه بتاخدها المفروض انها بتبقى فيها ثلاث وجبات، علبه فول وعلبه مربى وحاجات بسيطه، علبه بلوبي، لا يعني اكل كده. كنا بنصوم بناكل ايه وبنشرب امتى، ولا بنقدر نفطر الساعه كام، ولا تعرف الدنيا المغرب ادن ولا ما ادنش ولا فين، والكلام ده كله كانت كل المسائل دي كلها. انما هو 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 ده، هم دول المصريين. فانا عايز اقول رمضان لما تيجي تشوف، انا عايز بس اتذكر رمضان 2015 اللي حصل فيه، كان الهجوم اللي كانوا عايزين يعملوا فيه ولايه اسلاميه تانية، وكان الهجوم على كمين ابو الرفاعي، وفي مجموعه كان الهجوم متزامن، وكان شغل انفاق وحماس وغير حماس، وكان شيء رهيب جدا. وازاي فتحس انك انت المصري هو المصري، نفس الشموخ ونفس الرجولة ونفس العظمة ونفس الكلام ده كله. أنا يعني هو ده رمضان. عايزين نفتكر بس كلنا، وانت بتعزم وانت بتعزم وانت عايش، وانت قبل ما تقول ايه ده الدنيا زحمة ليه وعمال بتتعصب، يا عم افتكر اللي قاعد النهاردة. شوف النهاردة اخواتنا واهالينا اللي في الشرطة، اللي هو في الشارع محطوط في مكان، في ارتكاز امني، في مكان حراسه، في حاله بيفطر في الشارع وبيعمل في الشارع بيأدي واجبه. هتقول لي دي شغلته؟ اه دي شغلته، بس انا لازم امتن ليه. خدت بالك؟ لان انا في شغلتي انا اكثر رفاهيه، انا في شغلتي ان انا الامور اسهل بالنسبه لي. انا هروح في الاخر انام في وسط ولادي، هفطر انا كل يوم في المكان اللي انا حابب ان افطر فيه ونتجمع كلنا. فرمضان بالنسبه لينا لازم نفتكر ان ده شهر بالنسبه لينا، ما هوش له شهر الاسراف اللي احنا بنعمله ولا شهر الحاجات دي كلها. بس انا كل اللي أنا عايز أقوله في الشهر ده نفتكر حاجات كتيرة جدا. عايز أقول كل التقدير والاحترام لشهدائنا اللي استشهدوا في شهر رمضان تحديدا في حرب أكتوبر. يعني عايز أقول في مقدمتهم أعداد كبيرة استشهدت، إنما يعني أذكر هنا الشهيد إبراهيم الرفاعي، حاجة حدوتة كبيرة جدا من حوادتنا لما استشهد في الثغرة. في شهداء، صلاح حواش كان قائد مدفعيه الفهد اللي انا في اللواء بتاعي انا اللي انا كنت فيه، في شهداء اسماء كثيره مش ما انساش. بس كل يعني تحيه اعزاز وتحيه لاهاليهم واسرهم
وعايز اقول لهم ابراهيم يعني كمان من الامور الجميله انه بيتصادف مع حديث حضرتك الشيق ده عن بطولاتنا وتاريخنا العسكري المشرف في مصر، انه في رموز ارتبطت بهذه المؤسسه العسكريه اللي بنقدرها جميعا وبالنادي الاهلي هذا الكيان الكبير الرياضي الوطني المصري. يعني من المفارقات ايضا وحضرتك بتتكلم النهارده انه النهارده بتحل الذكرى رقم 103 لمولد الفريق عبد المحسن كامل المرتجي الرئيس الاسبق للنادي الاهلي والقائد العسكري صاحب التاريخ المشرف في المؤسسه العسكرية في الجيش المصري، وهو من مواليد عام 16. هنكمل كلامنا مع حضرتك عن ذكرياتك في الحياة ومع القوات المسلحة وفي الرياضة ومع كرة القدم عن شهر رمضان المبارك، لكن هنستقبل بعد قليل وإحنا في هذا الحوار مع أستاذ إبراهيم حجازي المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، هو معانا بالفعل على الهاتف. المهندس خالد مرتجي مساء الخير وأهلا بحضرتك، كل سنة وحضرتك طيب. مساء الخير يا محمد ومساء الخير لأخويا الكبير وحبيبي أستاذ إبراهيم حجازي، ويعني يعني لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي كل سنه وهم طيبين، رمضان كريم اعاد الله علينا وعلى امه الاسلام كلها بخير، وان شاء الله باذن الله تبقى السنه دي احسن من السنه اللي فاتت. الله اكرم وان شاء الله تكون افضل علينا جميعا ان شاء الله. المهندس خالد مرتجي بالتاكيد لما يعني بنتذكر مع حضرتك هذه السيره العطره لهذا القائد في الحياه العسكريه المصريه وفي العمل الرياضي وفي الكيان الكبير ايضا البيت الكبير النادي الاهلي، حابب اسال حضرتك عن اكثر من حاجه واحنا بنحتفي النهارده بالذكرى رقم 103 لمولد الفريق مرتجي. ما هي المعاني الرئيسيه اللي ارتبطت في ذهنك دائما ابدا باسم الفريق الراحل الكبير الفريق مرتجي على كافه المستويات، الانسان، الاب، القائد العسكري والقائد في النادي الاهلي او الرئيس الاسبق للنادي الاهلي؟ بص يا محمد، انا لو قعدت اتكلم عن الفريق مرتجي يعني عايز ساعات، لكن اللي اقدر اقوله ان هو يعني كان الاب، كان الحنان، وكان مزيج من الانضباط بالنسبه للعسكريه والقدوه والقيم والمبادئ النادي الاهلي. فالحقيقه هو جمع بين حاجات كثيره وصفات حميده كثيره. الحقيقه بتحمل وثقل كبير على كتفي انا، خاصة في اليوم اللي احنا عايشينهم دول، يعني انك انت تحافظ على اسم مرتجي اللي انا اتشرفت ان انا احمله. عملية صعبة جدا، ودي بتبقى يعني بسميها بيردن عليا، لان الواحد الفترة الواحد عايشها دلوقتي بقاله فترة الحقيقة ما بقاش فيه زي زمان القيم والمبادئ، وانك انت تبقى راجل يعني والدي مثلا كان اكتر حاجه، يمكن اكتر حاجه كان يوصيني بيها هو انكار الذات. انت النهارده قلما ما تلاقي حد بيبقى عنده حته انكار الذات، كل واحد بيحاول يظهر ان هو عمل حاجه، يعني عارف ما فيش شك ان احنا في زمن خلاص الناس الحلوه الناس العظيمه اللي زي المفاهيم اتغيرت او اتلخبطت بنسبه كبيره. كابتن عبد الصالح الوحش، وطبعا كل الرموز الكبيرة اللي يعني اللي فرقتنا وفرقت الحياة بتاعتنا، الحقيقة كنت أتمنى تبقى موجودة هنا عشان تدي درس ونبتدي نستعيد، وأنا يعني عارف اللي هو تبقى درس خصوصي كده ونستعيد الذكرى العطرة، وإزاي الناس دي تربت على المبادئ وعلى القيم وإزاي إنها كانت بتحافظ عليها. يعني الحقيقه مش هعرف اقول اكتر من الوالد. طب ايه الحاجات اللي فاكر انها مؤثره جدا في عملك دلوقتي، عمل حضرتك العام كواحد من المسؤولين والقيادات في مجلس اداره النادي الاهلي، اللي بنقول انها او بتتمنى ان الناس تتذكر بيها مرحله واسهامات المهندس خالد مرتجي للنادي الاهلي، وان هذه السمه او اكثر من سمه واحده امتدت من الاب الى الابن، من الفريق مرتجي الى المهندس خالد مرتجي؟ بص انا يعني اللي اتعلمته في النادي الاهلي ان دايما النادي الاهلي منظومه تبقى احسن اكتر منظومه محترفه ومحترمه في الوسط الرياضي، ومؤسسه عريقه. يعني انا اتعلمت منهم وتعلمت من الرموز دول، انك انت لما تعمل حاجه عمرك ما تنسبها لنفسك، دايما بتنسب كل حاجه لمجلس الاداره، ودي الحقيقه دي اللي انا اتعلمتها، ودي اللي انا بحاول احافظ عليها في الايام اللي احنا عايشينها دي، واتمنى ان كل الناس تبقى بتحافظ على نفس الكلام ده. طبعا كلنا بنتمنى ده. استاذ ابراهيم اتفضل حضرتك لو حابب توجه اي تعيش وتفتكر يا خالد انت ربنا يخليك يا استاذ ابراهيم. عايز اقول يا خالد احنا قيمه ان يكون في النادي الاهلي او في اي مكان رموز واسماء كبيره، القيمه هنا ان احنا ازاي نبقي على هذه الحاجات في ظل الهرثله اللي حصلت ديت. وانا النهارده ما دام احنا اتكلمنا في هذا الموضوع،
مسؤوليتكم كنتوا في مجلس الاداره ارجو ان ده يتم. ما اعرفش انهي لجنه، اللجنه الثقافيه انهي لجنه تعمل، انما انا بتصور النادي الاهلي زاخر بالرموز اللي كانت فيه. لابد ان احنا علشان خاطر نتكلم عليهم، احنا دايما بنتكلم في اي مناسبه بنقول كلمتين وخلاص، لا انا ازاي افكر، ازاي نفكر الناس بالمواقف دي كلها. لما نيجي نتكلم على الفريق مرتجي، الفريق مرتجي لما مسك النادي الاهلي كان خزنه النادي الاهلي كان فيها 5 جنيه. يعني يعني وراح للمشير قال له انا عايز 3000 جنيه وفعلا كانت 3000 جنيه وساوى بين اللعيبه كلها. كانت هناك مجموعه يعني، انما كان في مجموعه كان الظروف صعبه جدا بالنسبه للنادي الاهلي، وكان كانت مهمه وكان لابد. والفلسفه كانت في الوقت ده ان كان ان ياتي احد، اللي هي فكره النظام والالتزام، فكره القياده بالنظام والالتزام علشان نوقف اللي كان موجود. انا النهارده ازاي ان احنا النهارده بالمناسبات ديت في الذكرى ديت، ولازم يبقى عندنا بندوه الشباب الصغير عشان يعرف، لازم يعرف منين ان يجي ويشارك ويتكلم ونتحاور ونعمل ده، لازم نعمل ده، ما ينفعش ان يبقى عندنا الرموز نعمل ده. يتعمل ده بقى من خلال قناه النادي الاهلي، يتعمل، بس انا بتكلم ان لازم تبقى فيه ندوات، لان انا عندي مجتمع موجود، هذا المجتمع موجود، لو كل مجتمع نادي قدر يعمل بالرموز اللي عنده ده هنقدر نسترجع هذه المساله. فدي حضرتك لو طبعا انا كلام حضرتك مظبوط، انت لو بصيت على رموز النادي الاهلي وحضرتك ادرى مني واكثر خبره مني، شوف من سعد باشا زغلول، من عمر بيه لطفي، يعني عندنا كميه رموز فعلا. لما الوالد رحمه الله عليه قال عظمه مصر في النادي الاهلي كان فعلا بيتكلم صح، العظماء بتوع مصر كلهم اتولدوا واتربوا جوه النادي الاهلي، النادي الاهلي انشا على الوطنيه من خلال العظماء والرموز دول اللي هم المفروض دول بيبقوا القدوه بتاعتنا اللي احنا بننهج يعني او بنمشي على خطاهم عشان نقدر نحافظ على اللي احنا اتعلمناه ونقدر نحافظ على هذا الكيان ومؤسسه العريقه. والحمد لله الحقيقه يعني برضو لازم الواحد يقول انك انت كابتن خطيب رئيس النادي الحقيقه دايما بيحاول وبيذكر كل الناس اللي موجوده دايما يا جماعه المبادئ والقيم بتاعت النادي الاهلي والحاجات اللي رموزنا يعني غرسوها في النادي الاهلي دي لابد ان احنا نحافظ عليها. واي حد بيحيد عن الموضوع ده الحقيقه بيرجع تاني، ونسال الله ان شاء الله باذن الله تبقى الامور تبقى كويسه، وان شاء الله تبقى دايما النادي الاهلي هو اللي عايز اقول هو قوه الدفع بتاعتنا يا كابتن ابراهيم. النادي الاهلي فضله علينا كلنا، احنا ما فيش حد فضله على النادي الاهلي، احنا النادي الاهلي فضله علينا كلنا، واحنا بنشرف ان احنا بننتمي للنادي الاهلي اللي هو يعني اتولد من خلاله الرموز المحترمه اللي احنا النهارده بناخدها قدوه، واللي هي الحقيقه يعني بتعتبر قيمه لينا ان احنا بس بنشرف ان احنا بننتمي لهذه المؤسسه العريقه. خالد احنا انت عارف ان احنا بطبعنا بننسى، احنا كلنا احنا يعني قافت على راي الاستاذ نجيب محفوظ ان قافت ولاد حارتنا النسيان، احنا بننسى. التذكير هنا مهمتكم على فكره، ولا بد ان يبقى ده يبقى موجود ده على فكره، ده حاجه مهمه جدا ان احنا الاولاد الصغيرين اللي هم 7 و8 و10 و15 سنه و17 والشباب ده لازم اجيبه في النشاط ده، لازم يعرف ايه الحكايه، لازم هو يعرف ان في النادي زي النادي الاهلي ده في جدرانه كان في مجموعه حاجات مبني عليها الحاجات دي. التذكير بهذه الامور، فكره العظماء اللي في تاريخ مصر كلهم في كل المجالات، احنا الحقيقه احنا فرطنا كتير في الحكايه دي كلها، انما لابد ان يتعمل هذا الكلام. يعني انا بطلب، ويا ريت يتعمل ده، ويا ريت اسمع قريب جدا عن حاجه بمناسبه ذكرى ال103 لمولد الفريق مرتجي هذا الرجل العظيم رحمه الله عليه، ان يبقى يتعمل ندوه في هذا الموضوع ونبتدي، وعندنا رموز كثيره واسماء كثيره في مناسبات كثيره، وعندنا رموز، وحتى النهارده في رموز احياء يعني ربنا يديهم الصحه والعمر موجودين في النادي الاهلي. وانا ما اكتفيش من ده، انا عندي رموز في المجتمع كبيره جدا تاني، النادي الاهلي يعمل ده، بس الفكره كلها احنا محتاجين شبابنا يعرف ان البلد دي، لا البلد دي عظيمه بالرموز اللي فيها في كل المجالات، ليس يعني تبقى مهمه النادي الاهلي يبقى مكان للتنوير في هذا الكلام، ده جزء مهم زي ما له جزء مهم في الرياضه، الجزء ده مهم احنا محتاجينه. تعيش وتفتكروا يا خالد، تعيش وتفتكروا. ربنا يخليك يا ابراهيم، ميرسي جدا. شكرا يا استاذ محمد، بشكرك جدا لمشاركه حضرتك معانا. المهندس خالد مرتجي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركه، وسنه حضرتك طيب ورحم الله
الراحل الكبير الفريق مرتجي، الفريق عبد المحسن كامل مرتجي رحمة الله عليه. بنحتفي النهاردة ونفكر حضراتكم بأنها ذكرى رقم 103 لهذا الراحل الكبير وهذا الرمز من رموز الرياضة ومن رموز العسكرية المصرية، والذي ولد عام 1916. كلام حضرتك في غاية الأهمية أستاذ إبراهيم، أن احنا محتاجين التذكير طول الوقت بالبطولات، بالعمل، بالمبادئ، بالقيم، خصوصا لما بنيجي نسمع عن بعض الاصوات اللي للاسف مضطر اقول انها نشاز، لما نلاقي حد عايز ينال من تاريخه ومن قيمه النادي الاهلي، لما نلاقي شخص ما بيقول ما فيش حاجه اسمها مبادئ الاهلي، في يعني حتى الامور اللي ارتبطت باسم كيان كبير في حجم النادي الاهلي تتفق او تختلف معاه، هو ما هو من بطولات ومن تاريخ ومن قيم ومن مبادئ ومن انجازات مصريه وعربيه ودوليه، البعض يحاول حتى ان يشكك في هذه الجزئيه، المصطلح اللي ارتبط باسم النادي. خلي بالك قريب، لا لا يا ما مش حد بيشكك، ما هو برضه لازم نبقى عارفين، وده جزء من تقصير الاعلام. احنا لازم نبقى فاهمين ان من 2011 وبعد التجربه اللي عشناها والسنين المره اللي شفناها ديت والتجربه ديت، فتكتشف انك انت مصر مثلا كانت بتتفكك صواملها من اواخر التسعينيات او اواخر الثمانينات او اوائل التسعينيات. فكره الفكره قايمه على ايه؟ انت عايز بدا خلاص ما عادش حد بيروح يبعت جيش يحارب جيش، هو بيسقط البلد بيسقطه من جوه. عشان تسقطه من جوه بتسقط المبادئ والقيم والحاجات دي كلها. عشان تعمل الكلام ده اول حاجه لازم تشوه الرموز. لازم فكره الرموز اللي عندك انك يتم تشويهها بصوره في كل المجالات، مش في مكان معين، في كل المجالات. وانت لو بصيت بالراحه كده تلاقي، يلا يعني انت حتى ساعات تلاقي في الفن خناقه معموله والكلام ده كله، طب واحنا ايه يضرنا ايه نبقى عندنا فلان وفلان وفلان وفلان، ده شيء كويس جدا ان كلهم نجوم، ايه المشكله ان يبقى عندنا؟ لا، هو انا لازم عشان ابقى كويس لازم ادمر التاني، لازم اطلع على بوسه التاني؟ بقت عندنا الحكايه دي، والمشكله ان دي بتصدر لك من بره وما بتاخدش بالك لغايه ما بتبقى انت بتعملها بدون درايه. فبقى اصبح عندنا في كل المجالات لو تبص وتراجع كده تركيز على فكره الافضل، كاننا في صراع. المساله مش كده، انما فكره احنا ازاي نبقى على الرموز. احنا كمان فرطنا في المساله دي كمؤسسات مجتمع مدني وحتى كدوله. يعني انا ازاي ما باش عندي، ازاي ان انا مثلا ام كلثوم حدوته يعني هائله، ام كلثوم دي كان قاعده لفتره اكتر من 20 سنه يوم الخميس الاول من كل شهر الوطن العربي كله من خلال اذاعه صوت العرب، الدنيا بتقف في كل الوطن العربي من اول حفله بتدي الخميس ده عشان ام كلثوم. ازاي لما ام كلثوم ترحل الفيلا بتاعتها بدل ما تبقى متحف تتباع؟ يعني ايه تتباع؟ انا كدوله، انا النهارده ساعتها كنت اجي اقول الورثه دي بتاعتكم ب 10 قروش قد ال 10 قروش واعملها متحف. ابقى على ده، انا عندي عظماء في كل المجالات. الله، هي قيمه مصر ايه؟ احنا في كل مجال انت التخبيط فيك من كل حته، من كل حته التخبيط فيك بيدمر لك فكره الرموز 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 تخبط يا سيدي. حتى لو هنالك رمز من الرموز هناخد الجزء الكويس بتاعه، انما نخليه ده لان ده جزء من العظمه. وجزء ازاي ما يبقاش عندنا متحف للمشاهير دول كلهم؟ ومن هنا بقى لما بتخش على النادي، ازاي ما يبقاش عندك متحف انت النادي الاهلي لكل الرموز النادي ده؟ اتاخرنا، انا عارف الكابتن خطيب عنده تخطيط لكان ده يعني اتكلمنا في ده كتير، انما لازم يبقى ده موجود على مستوى الدوله. ازاي انا ما يبقاش عندي ده؟ لا، احنا اعظم شعراء، انت لما بتشوف شعراء رامي وكل شعراء الاغنيه دي اللي خلت كل من يتكلم العربيه يتكلم اللهجه المصريه، كل دولت الشعراء دولت، ونوصل للامر ان نسمع كلام فارغ ملوش اي، هل معنى هل احنا انحدرنا للكلام ده كله؟ ما احنا لازم نرجع تاني، وهنرجع ان شاء الله ان شاء الله. وانا اعتقد كل اللي بيسمعنا متفق مع حضرتك في اننا محتاجين في مصر فعلا احياء كل ما يتعلق بذكرى الرموز الناجحة والمضيئة في مصر، سواء في النادي الأهلي أو في كل الأندية المصرية، الرموز الحقيقية التي كتبت سطور أو أضافت سطور من نور للحياة، الحياة الخاصة بالأندية وبالرياضة وكرة القدم في مصر وفي المجالات الأخرى زي ما قال الأستاذ إبراهيم في السياسة وفي الفن وفي الاقتصاد، كل النماذج الناجحة اللي أي وطن بيحتفي بها، تتفق أو تختلف مع الشخص أو مع مجموعة أشخاص هذا أمر، و انك تحترم كيان بنجاحاته وتاريخه العريق وجذوره العميقه في مصر، ده امر لابد ان نحترمه جميعا، سواء كنا بنتكلم عن النادي الاهلي او اي كيان اخر من الكيانات الناجحه في مصر، سواء داخل او خارج عالم كره القدم وعالم الرياضه. استاذ ابراهيم، هرجع لحديث حضرتك الشيق عن رمضان وعن البطولات التي تحققت في رمضان وهذا الشهر الكريم، كيف يؤثر عليك على حياتك اجتماعيا، على علاقتك بالناس، على صلة الأرحام، على الناس اللي ربما بنشوفهمش من السنة للسنة غير في الفترة دي وفي تجمعات رمضان؟ هو شوف، في رمضان يعني بالنسبة لي كأي حد
يعني هو الفكرة الوحيدة إن إحنا كلنا كأسرة صغيرة خالص بنتلم في وقت واحد في مكان واحد, ودي حاجة شيء عظيم جدا. يمكن الفكرة دي كلها والطقوس, أنا طبعا من الحاجات اللي أنا يعني بحس فيها مش باستياء, بحس إن إحنا في شهر رمضان هو مش معمول, هو إحنا مش عايشين عشان ناكل على فكرة, إحنا بناكل عشان نعيش, في فرق بين الاثنين. ايه كم يعني ايه كم اللي بنعمله ده, وانا بناشد كل حد يعني افتكر, يعني انا بقول لكل حد افتكر وانت قاعد بتاكل وربنا يزيد كل واحد ويوسع على كل واحد, بس افتكر ان في ناس وحكمه ربنا, حكمه ربنا ان خلق واحد غني وحد فقير, بس ربنا سبحانه وتعالى امرنا بايه, امر الغني ده التكافل والتطوع, لا ده في ده متحدده اللي هي 2.5%. حضرتك بتتكلم عن نصاب الزكاة هنا, مش الزكاة 2.5% غير الزكاة. انت دخلك تاخد 100 جنيه وانت بتقبضهم في 2.5 مش بتوعك, بتوع حد تاني. ايوه طب حضرتك وضحها لي, هي ده نصاب الزكاة؟ لا مش الزكاة, ده غير الزكاة. 2.5% ده هي دي بقى اللي ربنا بيقول من يقرض الله قرضا حسنا. تصور ربنا بيقول لك مين اللي يسلف ربنا, تخيل, شوف الجهل اللي عندنا, انك انت بال2.5 دولك انت بتطهر فلوسك وربنا حيرد, ده بقول لك مين اللي هيسلفك. ربنا سبحانه وتعالى عارف لما كل واحد, لو كل واحد من دخله, ما انت لو بتقبض 1000 جنيه 25 جنيه, لو بتقبض 1,000,000 جنيه 25,000 جنيه, مش هيعوروا المليون جنيه, انما الظاهر كل الفلوس ما بتزيد, الناس كلها ايه ده ما بتكش قوي او بيصرف. انا ده اللي المفترض ان رمضان يحيي فينا ده, هي فكره فلسفه الخمس صلوات ايه. هو انت فاكر ان ربنا سبحانه وتعالى يعني احنا لو كل الخلق اللي خلقها دي كلها قعدت تصلي, هو مش محتاج ده ربنا, هو محتاجنا في الصلوات الخمس صلوات دول, ان انا ما بين وبين يعني صلاه وصلاه على الاقل ما تعملش مصيبه ما بين الصلاتين. احنا عملنا حكايه فصلنا ما بين الصلاه وما بين الصوم وبالتصرفات الثانيه, يعني دي بقى دي نقرا ودي نقرا. ربنا سبحانه وتعالى ليس في حاجه الى البشر, احنا اللي في حاجه الى ما هو بقى ما هو لما يقول لنا طب ما تيجي نفتكر في الشهر ده, الناس قلبها رهيف شويه كويس قوي, طب تعالى فكر في حكايه ال 2.5%, واحنا عندنا اخواننا المسيحيين العشريه 10% و2.5, تخيل لو دول طلعوا, لو كل واحد طلع ما يبقاش في فقير فعلا, رب سبحانه وتعالى الحساب الالهي عارف ان ما يبقاش في فقير, انما اللي خد وربنا عارف, قال له يا اخي ما تمسكش. يعني حضرتك بتقول للناس يعني اكثروا من العمل الخير والصدقات, ما هو ده وبعدين انا ايه بقى رمضان, طب نخليه, وبعدين ما فيش والله 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 ما في قرش هتطلعه في خير الا احنا هنرجع لك فعلا 10 امثال واكثر كمان. صحيح ده تفتكر ده في رمضان. انا بحكي ليه في رمضان, لان انا يمكن في رمضان عشت سنه الحرب دي كانت صعبه, وبعدين مش سنه, 7 سنين اللي قبليها ما كان رمضان, احنا انا قعدت 8 سنين لما اشوف ظروفي كان في القوات الخاصه في انشاس وبتاع, احنا تقريبا في 8 سنين دي مش انا, كل ما كان في القوات المسلحه ما قدرش يعيش الحياة الطبيعية اللي كان لحد عايشها. أنا دلوقتي بشوف إن إحنا ربنا سبحانه وتعالى ده إحنا في رفاهية, لازم عشان كده أول ما ابتديت كلامي نفتكر اللي في مكان اللي في سينا دلوقتي, نفتكر اللي في ارتكازات أمنية في كل حتة, اللي في الشارع سهران طول الليل شغلته ده عشان يحميني, عشان أنا أنام أنا مرتاح, بس مش أقل مش أكتر من امتنان, مش طالبين أكتر حاجة, أصح فيه عشان النعرة يقول لك الله ما هي دي شغلته, هو مش شغلته على فكرة ان استشهد عشان خاطرك, لا مش كده, بس هو من عظمه وهي عشان كده الرسول عليه الصلاه والسلام قال خير اجناد الارض وفي رباط الى يوم الدين. واحد النهارده بيبقى عنده استعداد, والعقيده القتاليه دي مش موجوده عند اي حته في اي مكان, عنده استعداد انه يقدم روحه فداء للوطن ده. احنا بنشوف بقى احنا بقى لنا كام سنه دلوقتي في من 30 يونيو من 2013 وفي الارهاب وفي الحواديت وكلام ومحدش حاسس, لازم نشعر بده, مين اللي هيحسسنا ده مبسوط وسعيد بفكره ربط سينا اكتر بباقي اراضي الوطن يا استاذ ابراهيم, وده اللي كنا بنشوفه صباح اليوم وافتتاح الانفاق, تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي للانفاق اللي بتربط بين سيناء وباقي الاراضي المصريه, سهوله الحركه, سهوله الانتقال, انتقال البشر والسلع والبضائع, والبعد الاقتصادي والبعد الامني والخاص البعد الاستراتيجي والخاص بالامن القومي, شايف الامور دي ازاي؟ انا عايز اقول انا رحت قضيت يوم كامل في نفق وهو بيتعمل, عظمه الانجازات اللي اتعملت كلها, وللاسف ما حدش واخد باله منها,
خلينا نتكلم في الانفاق. احنا اشترينا 4 مكنات الحفر. الناس فاكره مكنه الحفر ديت ايه؟ 5 متر 10 متر، ده طولها 80 متر، مساحه بتاعتها 80 متر، اللي بيشتغل عليها اللي بيشغلوها 22 واحد. جايه المكن اشتريناه وجاي بخبراء المان. النفق اللي انا رحت زورته وكان شركه بتروجيت، شركه مصريه وكلها شركات مصريه، حاجه تفرح العمال والفنيين والمهندسين اللي بيشتغل. الالمان اشتغلوا في الحكايه ديت 500 متر في الخمسة كيلو، نص كيلو. مين اللي ساق بعديها؟ المصريين. انا طلعت من الانفاق دي بايه؟ انا بقى عندي نو هاو دلوقتي، انا بعرف دلوقتي. وطنت تكنولوجيا، عندي التكنولوجي موجود المكنه. واحنا المكن ده احنا انا شفت المكنه بعد ما طلعت من النفق وهم بيشونوها فكوها تاني، اصل ده حاجه جامده جدا. بقول لك 80 متر طول، بقى شفت ازاي بتحفر شغلانه حدوته غير عاديه. ده يا جماعه من ورا الخيال، لازم نفهم ان اللي بيتعمل ده كله المكنه نفسها مشروع، ده حكايه. انا عندي النهارده انت بتعمل انفاق يا تحت جبل يا تحت بحر او نيل. انا بقى عندي النهارده، شوف في اي حته في افريقيا النهارده احنا على استعداد ان احنا نعمل ده النهارده، بقى عندنا الخبره ان احنا نعمل ده النهارده. انت فكره انك انت تعمل، طبعا انت قلت الابعاد الامنيه والاستراتيجيه والامن القومي والاقتصاديه كمان كل حاجه. انت عندك 61 الف كيلو متر مربع كانوا انت بينك وبينهم. واحنا شفنا الامرين لما 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 كان في حرب اكتوبر، لما حصلت الحرب بعد 67 لغايه حرب اكتوبر، مانع مائي وعملوا ستر ترابيا وعمل خط بارليف، وبقى ارضك انت بقت. والثلاث حاجات دول كان الثلاثه دول ورا بعضهم كانوا هم دول بيسموهم المستحيل. فقوم ربنا سبحانه وتعالى بفضل ربنا يكرمنا ان احنا نكسر المستحيل ده، نقتحم القناه، مش نعبر، نقتحم القناه. وفي فرق كبير بين العبور، انت العبور انك بتعبر من شط آمن لشط آمن للقوات عليه، إنما لما أنت بتعدي من القناة للعدو الناحية التانية ده اسمه اقتحام، يعني أنت بتقتحم ده في مواجهة. ده أنت اقتحمت القناة وعملت 20 فتحة في الستر الترابي اللي كانوا فاكرين إن هو ده اللي هيقفل الدنيا، وبعد كده خط بارليف وقع. آخر نقطة قوية كانت في 31 نقطة قوية، النقطة اللي هي 30 اللي وقعت يوم 13 أكتوبر كان في رمضان، وكانت الكتيبه 43 صاعقة والرائد زغلول فتحي، وفي صوره شهيره جدا ليه وللمصمم اللي هو زغلول، ربنا يديله الصحه والعافيه، قائد الكتيبه 43 صاعقة. لان الكتيبه ديت اصلها مع النقطه دي كانت بتاعت اللي في اللي هي على مدخل السويس، لسان بور توفيق. النقطه دي كانت من اقوى النقاط القويه، والنقطه دي ضربت مره مع اللي هو احمد شوقي، كان الرائد احمد شوقي ساعتها ب 43 صاعقه برضه، وعملوا عليها اغاره نهاريه. اغاره يعني انت رايح اغاره صاخبه، يعني انت عامل رايح وعارف انه يعني بتهلي، مش بتتسلل، مش مجموعه بتتسلل، لا لا، كانت اغاره صاخبه، يعني كانت اغاره صاخبه. ويوميها قتلوا 43 واحد، كل اللي كانوا في واتبقى واحد كان مستخبي وكان قريب حيين بارليف او حاجه زي كده. القصد من الكلام رمضان بالنسبه لينا، لا رمضان بالنسبه لينا له كسل وله نوم. رمضان حققنا فيه اعظم انتصار عسكري. رمضان في الماضي القريب ده اللي هو كان 2015، وفي رمضان وكل رمضان مولود انت عندك قواتك ورجالتك في الجيش وفي الشرطه مولودين في سيناء النهارده في رمضان. ما فيش في رمضان بقى وصايمين وقادرين يعملوا ده. فرمضان حاجه كبيره جدا. عايز ارجع بقى للنقطه اللي انت افتتحتها اللي كلمتها على الانفاق والمشروعات والحاجات ديت، برضه عشان بننسى. يعني اي حد اللي واخد على خاطره وزعلان ومش عارف ايه، عايز اقول له طب تعالى نشوف بكشف حساب ايه اللي اتعمل؟ ايه الحاجات اللي اتعملت؟ احنا مش خدنا النو هاو بس في ده، لا ده محطات الكهرباء. انت عارف محطات الكهرباء برضه احنا بنفس الحكايه. انت بيشتغل يعني في تلت المرحله بتبقى انت اللي سايق وانت اللي تشتغل. حضرتك سعيد بفكره نقل الخبره طبعا. ما هو العامل المصري يعني، وبهني العمال بعيد العمال يعني كلهم، العامل المصري ده حاجه جميله جدا لو بس لو ركز، ولو هو هيركز ويعمل لما يبقى في اداره صح. في اداره صح اتفرج هتاخد ايه. فاحنا الانجازات اللي تمت دي كلها هو مين اللي عملها؟ مش دول عمالنا في الشركات اللي نفذت الكلام ده في الطرق بقى وفي الكباري؟ ده انت راجل الكوبري اللي بيعملوا المقاولين العرب رود الفرج، اللي هو اعرض كوبري في العالم، واعتقد هيبقى ليه افتتاح قريب.
ده شيء يفرح لما هتفتح. ناس العمال المصريين بقى وعيد العمال، هقول لحضرتك حكايه سريعا كده. مهندس صديقنا مصري بيتولى منصب جيد جدا في شركه سيارات المانيه، سافروا ومعاه مجموعه من العاملين في الشركه من الفنيين بياخد كورس في تركيب وفك المواتير وقطع السياره يعني. فالمهندس الالماني اللي بيديهم الكورس ده او التدريب ده المفروض انه مخصص لهم وقت مثلا ساعتين لتنفيذ حاجه معينه. فواحد واثنين من الفنيين دول بقوا بينفذوا العمليه دي قدام المراقبين في حوالي 25 دقيقه. يقول له خلاص، فيقول له انت المفروض تاخد البروجكت ده يتعمل في ساعتين او الجزء ده من المهم. قال له في حاجه غلط، فيشوفها يلاقيها دقيقه جدا. الشركه الالمانيه احتفظت بره في المانيا باثنين من المجموعه دي، يعني رجعوا للشركه في مصر طلبوا انتقال اعاره نهائيه او ان هم يهاجروا يعني. قالوا لهم مش معقول سرعه التعلم، يعني مش معقول سرعه التعلم والحرفيه في اتقان الشغل اليدوي بالشكل ده. ميركل المستشار الالمانيا طلبت من سيمنز الشركه بتاعتها يعملوا لها محطه كهرباء. دي معلومه مش يعني مش احنا بنروض يعني ولا حاجه، دي معلومه. ده كلام ده كان من 5-6 اشهر. فقالوا لها طيب وماشي، فقالت لهم فبيقولوا لها على الوقت. فقالت لهم احنا عملنا، كان هم 3 سنين فاحنا عملنا حاجات في سنه. فقالت لهم لا انا عايزه وقت زي اللي عمله المصري. قالوا لها هاتي المهندسين المصريين والفنانين المصريين واحنا نعملها لك في السنه دي. دي شهاده للمصريين، بلاش دي. المسترال لما رحنا ناخدها من حامله الطائرات، ناخدها من فرنسا، ودينا الاطقم اللي هتيجي بيها، ما هي جايه باطقم مصريه. فالمفروض كان هيقعدوا 6 اشهر. بعد 3 اشهر احنا رجعوا بعد 3 اشهر. الست اشهر اللي كانوا معمولين عشان خاطر المسترال دي حكايه. انت مش حامله يعني، حامله ده حكايه، دي حدوته. ان احنا يبقى عندنا الحاملتين دول حدوته، ده نقلوا البحريه المصريه من حته لحته ثانيه خالص. وهو ده اللي خلى الجيش المصري جيش اقليمي. فالمسترال دي المصريين والله في 3 اشهر رجعوا. الناس بقت هناك مندهشين، نفس الحكايه طيارتنا لما بيبقى في طيارات وحاجات جايه من بره. هو انت عايز تضربني ماشي، تعال نتضرب وتعال نشوف وتعال نشوف تعال شوف الكفاءات. بس ما حدش بيتكلم بتاعتنا في المناورات اللي بتتعمل مع الامريكان او مع المناورات الكتيره مع اي دول بتشاركنا في العمليات. فانا اللي انا عايزه ده، احنا المصريين كويسين. احنا لو كملنا كلام في الموضوع ده يا استاذ ابراهيم هنخلص الحلقه وهنحتاج وقت على وقت الحلقه، ومش هنلحق النهارده نتكلم عن موضوعاتنا الرياضيه وهي كثيره جدا. يعني خلينا نتكلم، من عندنا اكتر من محور رئيسي لهذا الحوار. هنبداها بمباراه الاهلي والنجوم واللي انتهت بالفوز بهدفين نظيفين. والفوز هذا التوقيت المهم جدا انه يركز اللاعبين والجهاز الفني ويحصدوا النقاط المتبقيه من عمر الدوري. بس انا عندي بقى ملاحظه على الكابتن لاسارتي الحقيقه. يعني انا الحقيقه ما انت ايه، ما هو مع كل الاحترام وكل المديرين الفنيين، انا دايما بقول ان المدير الفني بيقول وجهه نظره وهو الادرى بشؤون اللاعبين والكلام ده. بس انا عايز اساله، هو حسين الشحات، وهفكرك ربنا يديك العمر وافتكر الكلام ده، اذا لاسارتي ده مشي الموسم الجاي حسين الشحات ده هيبقى احسن لعيب في مصر بدون مبرر. النهارده انت ده بيتلكك يعني، ده لا اصل اللعيب اللي بيبقى، انت فاكر بركات اللعيب اللي بيبقى خفيف وحركته خفيف سريع جدا. انت ليه، هو اللاعب ده بني ادم، انت ليه دايما بتهز الثقه؟ طب انت النهارده ازاره جاب الجون الراجل وقعد ولعب، مش هقول بقى موفق ولا مش موفق، مش دي القضيه يعني. خدت بالك الاهلي المفروض النتيجه تبقى 7-8 النهارده، انما النهارده لما تيجي ازار خد ده كله، طب يا اخي ادي الراجل الثاني 40 دقيقه اللي هو صلاح محسن، هاته معاك، ما هو اللاعب عشان يجي اكسب بقى باقي اللعيبه، بلاش ده وده. انا عايز بس اقول نقطه هنا وده، وانا اتمنى ان النادي الاهلي يتدرج ده. انا النهارده النادي الاهلي عنده محمد شريف، اعتقد لسه محمد شريف من العناصر، لو اخذ محمد شريف الفرص اللي بياخدها اي حد تاني، خدت بالك في رؤوس الحربه دي والكلام ده كله، هيكسر الدنيا. كان فانا انا ظهر بمستوى جيد جدا. فانا النهارده انا لازم الراجل لازم حد يفكر، يا اما بينسى وبعدين هو خلاص يعني. الله يسامحه الراجل المدرب بتاع برشلونه لما بيحكيت القعده على الخط، يقعد على رفيصه ده كده، وده بيقعد انت يعني ده اللي قاعد بيفكر قوي، انت بتنسى، ما حد يفكره يعني ايه تنزله 10 دقايق؟ ما انت خلاص النهارده، وبعدين انت النهارده شايف الماتش، وبعدين اديله بقى تعال هات اللعيبه دي انت محتاجهم، لانك انت الفتره اللي جايه يعني حضرتك شايف ان في طاقات معطله في فريق الكوره في النادي الاهلي محتاجه شغل. انا معاك الاساسي اساسي، بس انا النهارده ماتش خلاص، انت خدت بالك انا لما اجي ادي تاني 10 دقايق اللي هيعمل ايه؟
في العشر دقائق. انا عايز اكسب لعيب بالامكانيات. لا 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 لازم ادوبه وانا مش عارف بكره ايه الاصابات. ما ده اكتر نادي تعرض لاصابات في العالم هو النادي الاهلي. فانت برضو ركز. محتاج بدائل في الملعب. يعني فانا عايز اقول يعني انت مش واخد بالك من انك انت ازاي الروح يعني انت بتكسر اللعيب يعني انت اديله فرصه واديله واستنى عليه شويه. ده اللعيب الوحيد اللي وبعدين النهارده انت يعني دايما بتحطه في يعني انا عايز اقول في واحد زي حسين الشحات ده بيلعب اكتر من حته يعني ده يقدر يلعب في اكتر من مكان وتقدر ده بس اديله ريق محتاج يعني الجهاز الفني يديله فرص اكتر في كل على كل الاحوال. هي المساله دلوقتي اصل خلاص انت بتلعب عشان انا عايز ثلاث نقط ودي مباراه زي مباراه الكؤوس عايز ثلاث نقط وخطوه مهمه دلوقتي النادي الاهلي دلوقتي بعد خلاص هو دلوقتي الفرق النقط. انا ما عرفناش ان النهارده الزمالك عمل ايه. احنا لسه زملائنا المباراه انتهت واحنا كنا بدانا الحلقه بالفعل فالنبي يقول لنا بس يعني يا ريت تقول لنا على اي حال انا شايف مباراه إن الزمالك والنجم في تونس انتهت النتيجه بايه يا ريت حد يقول لنا من لا الكنترول. لا انا بس عايز اقول زملائنا الزمالك صعد انتهت بالتعادل السلبي وصعد فريق الزمالك. يعني انا عايز اهني نادي الزمالك بصعوده ومؤكد انه كان ماتش صعب عليه جدا انما بهنيه بصعوده وبيوصل للنهائي. فرصه الزمالك كبيره جدا وده مكسب كبير للكره المصريه انك انت تعمل ده. اول ماتش انا شفت عليه الشوط الاولاني اللي احنا شفناه قبل ما نيجي على هنا كان النجم ضغط انما استطاعه والجمهور طبعا الجمهور التونسي يعني كان الملعب ما فيهوش خرم انما في الاول وفي الاخر برافو عليه انه يقدر يطلع بالماتش بالتعادل ده يعني فده كويس والكره المصريه كويس. مبروك للزمالك ده وعنده ماتش. وحضرتك قلت في حلقه الاسبوع اللي فات يا ريت الزمالك يكمل في البطوله باعتباره حاليا في اللحظه اللي بنتكلم فيها دي الممثل الوحيد للكره المصريه طبعا في الكره الافريقيه طبعا فاكيد بنتمنى له التوفيق في مشواره يعني في البطوله ونتمنى له طبعا ان يوفق في المباريات المتبقيه وان يفوز بالبطوله خلاص يعني هو اقترب جدا فنتمنى انه يوفق في الكونفدراليه. هيلعب طبعا بطل المغرب فريق نهضة بركان المغربي وهو هيواجه الزمالك ونتمنى طبعا الفوز للزمالك باعتباره أيضا الممثل للكرة المصرية في هذا اللقاء في نهائي الكونفدرالية الأفريقية. بس من دلوقتي أنا برضو عايز أقول من التحكيم خلاص هيواجه بطل المغرب بركان ده عايز اقول يعني اتمنى ان يبقى التحكيم في الماتش ده كويس يعني عشان القلق والمخاوف اللي حضرتك لا لا لا, لا ما هو انت النهارده لما تكتشف ان الاتحاد الافريقي بيبقى فيه معسكر للحكام اللي هيحكموا في بطوله كاس الامم الافريقيه الاولى ان كان المعسكر ده يتعمل في مصر اتعمل في المغرب علامه استفهام النهارده الاتحاد الافريقي كل المناصب الاتحاد الافريقي النهارده تقريبا بقى النهارده يعني لما اتشال عمرو فهمي لواحد من المغرب مع التاكيد على ان البطوله بتقام على ارض مصر وان المقر الحالي يعني انا يعني حاجات غير مش مبرره فانا اتمنى 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 ان المساله تبقى يعني فيها عداله في الماتش النهائي بتاع الكونفدراليه دي ان شاء الله. عموما ملف التحكيم مطروح النهارده ومن القضايا اللي ان شاء الله الوقت يتسع لاننا نصل اليها لتحليل بعض الامور الخاصه بعدم الاستعانه بحكام اجانب في الدوري المصري او المسابقات المحليه بدءا من الموسم القادم وده القرار اتخذه الاتحاد المصري لكرة القدم فضلا عن بعض الامور الخاصة بالتحكيم ومستوى التحكيم والاداء على المستوى الافريقي. لكن احنا عندنا موضوع رئيسي اعده زملائنا النهاردة وفريق اعداد البرنامج خاص بالتغذية وساعات النوم والساعة البيولوجية للاعب الكرة وفكرة خوض المباريات او ان اللاعب يلعب مباريات وهو صائم فكرة مواعيد الوجبات وكل هذه الامور وحنستمع الى رؤية ومشاركة عبر الهاتف عدد من المدربين من دوريات مختلفة في العالم ومن القارة الاوروبية للمشاركة معنا في هذا الحوار. خلينا نبدأ بالحديث عن رأيك يا استاذ ابراهيم في فكرة اللعب خلال الصيام او خلال ساعات لا هي في نقطتين بس عشان نفرق عشان ما حدش يدخلنا في حرسات دي يعني انا بتكلم انك انت النهارده وانت صايم المجهود وانت صايم انا بتكلم ان انا هبقى هفطر مثلا صايم 12 ساعه 13 ساعه بعدين هفطر وبعدين هلعب هتلعب بعد قد ايه الماتش هتعمل 10 والفطار مثلا الساعه 6 بعد الاكل بقد ايه هل المساله هنا لازم نبص لها نظره علميه ما يعني فسيولوجيا ايه اللي بيحصل للجسم هل الجسم النهارده فكره انك انت جسمك بيبقى خلاص نسبه السكريات والكربوهيدرات قلت فيه جدا فكره المجهود العضلي وانا عايز اقول الكلام ده برضو للناس اللي بتلعب رياضه في رمضان أنا وده شيء جميل جدا انك انت تمارس رياضه بس خلي بالك وانت بتلعب وانت صايم او بتعمل ده قبل الصيام خلي بالك ان لها حد عشان ما يحصلش
ما تتأذاش، ما يحصلش أذى، ما يجيبش نتائج عكسية. خلي بالنا لأن فكرة إن الجسم ما فيش أكل ولا شرب والكلام ده كله، طيب الجسم أقدر أتحمل ده قد إيه؟ نقدر نتحمل ده في المجهود اللي ببذله في العمل بتاعي كده. إنما لو أنا ببذل مجهود اللي هو مثلا زي ماتش كورة 90 دقيقة بعمل مجهود والكلام ده كله مع الضغط العصبي والنفسي اللي فيه، هل انا كنت صايم النهارده؟ صايم وفطرت، طيب ايه الاكل اللي هاكله؟ ده نقطه مهم اللي انا اقدر يقدر يديني وبعد كم ساعه من تناول الوجبه دي اقدر العب قد ايه. هي دي النقطه، هي وده الموضوع، لان دي اشكاليه اللي وبعدين الاشكاليه دي هتقابلنا احنا عندنا في كاس الامم الافريقيه، هتقابلنا في المعسكر اللي هيتعمل وفي الماتشات اللي يعني في فتره الاستعداد بتاعتنا في كاس الامم. فهذه فكره نتعامل معاها ازاي ومن غير ما نتشنج، بس لان انا ممكن يبقى فيها ممكن يبقى فيها ضرر. حضرتك هنا بتاكد انك بتتكلم عن الموضوع ليس من زاويه فقهيه على انا ما اقدرش افتي يفطر ولا يفطر، الجانب الخاص بالتغذيه والضرر او كيفيه انه اللاعب لا يتعرض لضرر او اي حاله خلال خوضه للمباراه، سواء لو لعب وهو صايم او بعد تناول الافطار بوقت معين. وبعدين اذا بصينا للمساله للكوره على ان لعبه مسخره وبتاع والكلام ده كله، يبقى خلاص الكلام ده ملوش لازم انا اللي بنقوله ده ونفضها سيره. انما ان الكوره النهارده بقى ده بقت مهنه، بقت لاعب ودي مهنه وبقت مشروع، والمشروع ده بيتصرف فيه فلوس كتير جدا وناس وفلوس رايحه وفلوس جايه وحكايه، يعني بقت ده زي ما عندك مصنع زي ما عندك اي حاجه. فالمساله ما تتاخدش من النظره البسيطه جدا ده لعب، لان النظره السطحيه ده يبقى تصحيح للامور. لا، ده لاعب الكره النهارده رايح واحد بقت وظيفته الشغلانه دي. هو على ذكر ان معانا راي حضرتك هتحلل اراء ومشاركات هاتفيه لاكثر من مدرب، منهم اكثر من اسم من الاسماء الهولنديه زي اريك فاندرمير وزي مارتن كوبمان، وكان يعني في مباراه انتهت منذ قليل وفاز فيها في نهائي كاس هولندا لكره القدم فريق اياكس امستردام اللي ماشي بخطوات قويه جدا. هو بيحقق توقعات حضرتك، قلت انا متوقع اياكس يبقى فيه مفاجاه، يبقى في الفاينل او ياخد البطوله. شايف ازاي مشوار اياكس الهولندي؟ واحنا هنكمل كلامنا عن الموضوع ده مع بدء المشاركات الهاتفيه للخبراء اللي هيشاركوا معانا، وحضرتك هتعقب على ارائهم. لكن فكره اياكس بعد الفوز على توتنهام 1-0 في انجلترا في المباراه الاولى، ثم فوز برشلونه بثلاث اهداف نظيفه على ليفربول فريق نجمنا الكبير محمد صلاح في المباراه الاولى في كامب نو في اسبانيا، هو نظريا برضو يعني نظريا وعمليا بالنسبه لقوه برشلونه وقوه ليفربول. الماتش طبعا هناك يعني ليفربول هاجم ومسك وعمل كله، انما لما نيجي نشوف الفرصه الحقيقيه يمكن ما فيش الفرصه محمد صلاح اللي جت في الايه. انما برشلونه رهيب، ميسي ده يعني حدوته تانية خالص يعني، خدت بالك؟ فانا شايف حظوظ برشلونه. حضرتك قلت كمان واحنا بنتكلم قبل المباراه الاولى في اسبانيا مباراه طول، قلت اتمنى فوز الحقيقه. انا النهارده مريتش اي حاجه عشان نطمن على صلاح الحقيقه بعد الاصابه اللي حصلت له ديت، يا ريت لو حد هو اعتقد حتى الان وزملائنا في الكنترول او غرفه التحكم يمدونا بالمعلومات، لكن ما اعلنه نادي ليفربول حسب معلوماتي حتى الان الاصابه ليست خطيره، وانها ان شاء الله تكون امر عابر يعني ما يؤثرش عليه. خلينا ناخد هذه المداخله الهاتفيه من المدرب التركي محسن ارتوغرال من جنوب افريقيا، وهو صاحب خبرات كبيره في اكثر من دوله من دول العالم في عالم كره القدم. مستر ارتوغرال، ويلكم اند وير هابي وذ يور بارتيسيبيشن. Thank you very much. Good evening to you. Firstly, I wish you a Ramadan Kareem. Allahu Akram. Thank you, and same to you, sir. Mr. Ertugrul, we would like to ask you first of all about your vision about playing during fasting hours. How do you see this issue? Yeah, it is actually a long discussion that you need to think about. There are many key factors in it. As a technical side, as a coach, what you experience is that the sleeping pattern is the most important pattern, because the resting is very much important for the players. And then it comes a lot of other elements into, like the time of year of Ramadan. For instance, this time we have the heat, the summer, I think. So if it comes into the pre-season, we need to look in that a little bit more differently. Because through the heat, is the player in Europe, or is the player in African countries, or is the player in Arabic countries, makes a huge difference, firstly.
Personally, sir, do you recommend your players, if you have one or more than one Muslim player in your team, would you recommend that they would play under this these circumstances, the heat, the hot weather, they would play a match while they are fasting, or no, you wouldn't recommend it? Definitely not. It's obviously you have to respect every player's background. This is the most important thing. So we generally, what we do in Europe, is in Europe, we sit down with the player and discuss the most important design for them, the training session. I would prefer that the player, during that period, as I said, you need to know, is it pre-season or not? Is it during the season, is it summer, or is it more in winter time? So that you have to discuss first. Yeah. Our interviewee, we're listening to you, sir, and I would like you to say something about an issue that was said by my interviewee, the famous Egyptian journalist, Mr. Ibrahim Hegazi. He said, what's the appropriate time or the essential number of hours needed for a player, professional player, to play a match after having his breakfast meal, after being after fasting for long hours without food nor water? What time is essential and required for him as a phase between his breakfast meal and participating in a match? The time factors you need to see a bit more different. You cannot say that directly the time factor is important. You need to see that you need to design the training session is very much important. Firstly, before you come to the game, you need to look into it. What is it during the week in the training session, how much efficient the training session you would do? I would suggest always when we have all our players in that during time, we will do a technical training session, not a heavy physical training session, firstly, during the week. That's very much important that you do a little bit of technical, less physical training session. And then the food is very much important, what kind of food he has to intake. Yeah. I would always suggest, and the sports science look into that more detail, and we would say protein intake, it's more efficient as the carbohydrate intake. Yeah. And if it's the situation on that, you should definitely look into to not eat carbohydrate plus protein together. Yeah. So I would say 4 to 3 in one of the next days. So one day, protein intake, next day carbohydrate intake. So it's the digestion is more easier. Yeah, yeah. Then the other part is that you need to look into, which is very much difficult, is obviously the fluid intake for the players. What kind of fluid intake he has to take. Yeah. The point for me is that obviously the most important is that that the player's resting time, the sleeping habits during the night, standing up in the night, and having not a properly sleeping period and a different, completely sleeping period. That's where they, you need to look into as a coach. Yeah. And this discussion has to be designed with the players personally. Yeah. So you recommend that things would be between or throughout the discussion between the coach and a nutritionist, a professional nutritionist, and a team specialized in these issues. 100%. Otherwise, the players are very valuable, and you will definitely be having injury problems in that if you don't look into that deeply. Yeah. The other part for me is that I have to mention is that it's always also the beginning of Ramadan of fasting, and then the end part of fasting. So the beginning is more easier, and in that during after 2 weeks, it's even more difficult. So also that has to be taken in consideration. It's even more difficult after 2 weeks. Yes, yeah. Because then the intake and what you get out of the player, it's very much important. You have to be very careful because the duration is very long. Yeah. We're so happy with your participation over the phone with us today in this discussion. Coach Mohsen Ertugal, thank you very much. We're happy to have you with us from South Africa over the phone. Thank you. أستاذ إبراهيم مجمل الحاجات يعني ردا على حضرتك في بعض النقاط المهمة جدا نوع الوجبة الانتيك نوع الطعام اللي بيتناوله اللاعب وليس فقط عدد الساعات المهم جدا أن يوضع البرنامج أنا متفق بنسبة والكلام على لسانه 100% أن ده يوضع البرنامج بمشاركة مدرب أو مدير فني مع متخصصين في الأمور الخاصة بالتغذية ومتخصصين في الأمور الخاصة بعملية الهضم ونوع الوجبة نفسها اللي بيتناولها اللاعب بيقول أن الأمور بتصبح أصعب بعد الأسبوعين الأولانيين من شهر رمضان أو من فترة الصيام بيصبح تأثر اللاعب أكبر في النصف الثاني من هذا الشهر خلال خوضه للمباريات وفي نقاط تانية هنستعرضها مع حضرتك رأيك إيه؟
الكلام اللي قاله كله في اشكاليه وبيتحاول هو بيتكلم على ان الجسم ممكن الجسم في الاسبوعين بيتحمل ده وفقا لغايه ما هيفقد الجسم يبتدي يفقد حاجات اساسيه مش هيقدر يعوضها خالص يعني مش هيقدر لا يعوضها لا يعني العناصر مش هيقدر يعوضها ولا الجسم هيقدر يستعيد النشاط والحيويه بتاعته اللي هي الطبيعي لان بعد اسبوعين من المجهود الكبير ده في ظل الصيام هيحصل مشكله. هل احنا عندنا والسؤال احنا في اشكاليه هل احنا عندنا بقى خبرات تغذيه وهل احنا عندنا في نوعيات الاكل بتاعتنا يعني خدت بالك وهل احنا دارسين المساله ديت احنا خلاص بكره يعني بكره كل التدريبات من بكره هيبقى في الصيام هل هو اشار لده كمان قال انا بتكلم كمان عن تدريبات اللاعبين وليس المباريات فقط ما التدريب بقى ما احنا ما عندي مشكله في التدريب انك انت بتتدرب هتدربه بعد الفطار ولا هتدربه بالنهار تمام وانت النهارده لما انت عايز تدربه بعد الفطار خدت بالك فانت عايز تدربه عشان يبقى على الاقل يبتدي يعمل نوع من انواع التكيف عشان يبقى بيلعب في نفس الوقت اللي هيلعب في الماتش فبعمل التدريب بالليل يعني معنى كده هيبقى اللعيب صايم طول النهار طب انا الفتره بتاعت النهار دي لو صايم فيها هل اعمله تدريب بسيط ولو تكتيك وحاجات زي دي اصل دي راجع بقى للمدير الفني ورؤيته والكلام ده كله ممكن اعمل هو ويمكن هو قال في النقطه ديت لان انا ممكن في تدريبات ما بروحش للنواحي البدنيه انا في التدريبات اللي بالنهار في الصيام ما اعملش ارهاق والكلام ده كله لو اعمل تدريبي في اللي هو بعد بالليل اعمله احمال مش ثقيله اللي ممكن هيبقى فيه احمال بس في الاحمال اللي انا عاملها ديت والحاجات اللي انا عاملها بالليل بس في نفس عشان يبقى تكيف بس عشان هلعب الماتش في نفس الميعاد يعني يبقى تدريبي هعمله من 10 طيب معنى كده ان لو عملت التدريب من 10 عشان يبقى من نفس ميعاد الماتش ما هو الماتشات هتتلعب 9 او 10 طيب هيبقى هعمل تدريب ساعه ولا ساعتين طب هنام امتى انا غيرت له كمان الساعه البيولوجيه بتاعته هو قال كمان ان ده من المؤشرات كلام حضرتك بيشير لحاجات قال انها مهمه جدا اولا قال انا I wouldn't recommend قال انه لا ينصح لاعبي لو عنده لاعب او اكثر من اللاعبين المسلمين في فريقه قال لو بيؤخذ رايي كنصيحه لا انصحهم بلعب المباريات خلال الصيام وان كانت ارادتهم هي لتحسم الامر يعني رغبه اللاعب ايضا تحترم في هذا الامر على ان يوضع برنامج علمي وقال انه مهم جدا مراعاه مش بس الامور الخاصه بالتغذيه ولكن الساعه البيولوجيه اللي حضرتك بتتكلم عنها دلوقتي النوم بقى ده والاستيقاظ يعني. ما انا مفترض هلعب ماتشاتي في رمضان 10 يبقى لازم يبقى هعمل تدريباتي انا بعد الفطار على الاقل اعمل تدريبين ولا حاجه بعد الفطار طب انا لما اعمل تدريب وهيروح بقى على ما ينام ولا يروح ويعمل امتى طيب وانت خلي بالك انت لو انت رحت وهو بعد معانا كده انا هيقعد السحور انا اهم ساعات نومي اللي ساعات الليل نام زي ما انت عايز بالنهار هتقوم تعبان لان الساعه البيولوجيه اختلفت خلاص فهي المساله في اشكاليه في الموضوع حتى الاشكاليه دي كمان لها ارتباط بحاله الطقس اللاعب وشهر رمضان او الفتره اللي هو بيصوم في فيها خلال الصيف ولا الشتاء خلال درجات حراره مرتفعه ولا طبعا لا طبعا لا في اشكاليه وبعدين هو النقطه المهمه اللي ركز عليها قال لك ان بعد اسبوعين يعني انا بتزداد صعوبه هتبقى خلاص بقى لان الجسم ابتدى يفقد الحاجات لا خلاص بقى يعني المخزون بتاعه والحاجات اللي قدر يعملها لا خلاص انتهينا هتبقى فيه مشكله حتى نمط الوجبات قال ان لازم يضعها نيوتريشنست خبير تغذيه متخصص قال ان انا لا انصح اللاعب انه ياخد وجبه فيها كربوهيدرات فيها نشويات وفيها بروتين انصح انه ياكل يوم وجبه فيها نشويات ووجبه ثانيه فيها انت عارف ليه مش انه يمزج الاثنين مع بعض ما هو الاثنين مع بعض ليه لان المعده بتهضم بتقعد تشتغل 7 ساعات على البروتين والنشوات بتتحول ما هي دي مشكله تانية يعني هي بقول لك في اشكاليه كبيره في هذا الموضوع يجب ان ينظر اليه على ان الكره دي ده خلاص بقى ده عمل الراجل ده محترف كان زمان احنا بنلعب خلاص وكان زمان ممكن يقول لك في شهر رمضان نبطل كوره مش دي القضيه يعني خدت بالك لو احنا باصين ليها ان الكوره مش عمل وده وظيفته كده والكلام ده كله والحاجات دي كلها فضها سيره والكلام اللي بيقوله ده ملوش لازمه خالص. مشاهدينا هنتوقف مع حضراتكم مع ضيفنا الاستاذ ابراهيم حجازي مع فاصل قصير ونعود بعد الفاصل لاستكمال هذا الحوار.
اهلا بحضراتكم مره تانية، لسه معاكم من خلال الاهلي الليله، ونجدد الترحيب بالناقد الرياضي الكبير استاذ ابراهيم حجازي، واحنا لسه بنتكلم عن الامور الخاصه بالجوانب العلميه المحيطه بلاعب كره القدم، الصيام، ساعات النوم، الساعه البيولوجيه للاعب المحترف، للرياضي المحترف وخاصه لاعب الكره، مواعيد الوجبات، التاثر من عدمه بالصيام خلال شهر رمضان وخوض المباريات خلال الصيام او حتى بعد وقت الافطار، ولكن زي ما قال الاستاذ ابراهيم حجازي كيف يكون الدفع باللاعب بعد الافطار، عدد الساعات المطلوب كحد ادنى بين تناول الوجبه وجبه الافطار وبين خوضه للمباراه، ونوع الوجبه دي وحجم الوجبه اللي ممكن يتناولها لاعب قبل ما يخوض مباراه. عندنا كمان مؤشر اخر، ولسه ربما بعد قليل نستقبل اتصالات اخرى من بعض المدربين وبعض الخبرات الدوليه في هذا المجال. في مصر النهارده او بنقول اخيرا اصبح في مركز طب رياضي على اعلى مستوى في مستشفى النيل وبمشاركه خبرات دوليه في هذا المجال. فكره الكشف عن اللاعبين او توقيع كشف طبي متكامل على اللاعب المحترف، لاعب الكره المحترف، حال التعاقد او قبل التعاقد معه. كيف ترى هذا الامر يا استاذ؟ اللي ورا الامر ده كل الدنيا بتعمل كده. يعني انا بشتري وبدفع فلوس من غير ما اكشف عليه. احنا بنعملش ده، يعني انا بعتمد على مين؟ انا عايز اعرف لما بيجي اي لعيب بتتعاقد معاه بتعتمد على ايه؟ يعني انت المفروض في الاختبارات الطبيه الانديه ما بتروحش المركز عشان ما تدفعش فلوس، وبيعتمد على هل الجهاز الطبي اللي عندك، طب بتكشف عليه ايه؟ يعني بالسماعه مثلا، ده انت لازم تعمل له اختبارات طبيه اللي بيخضع لها دايما، اختبارات رسم قلب، استقرار هيكل العضلات كمنطقه الحوض مثلا، ده مهم جدا عشان ما يجيلكش المشكله بتاعت الضمه ومش مشكله الضمه، ودي افه دي اضعف عندنا احنا، كل المشاكل اللعيبه المصريين اللي بيقولوا لنا من بره افارقه بتاع اللي هي العضله الضمه، والعضله الضمه ديت اللي هي بنتيجه ضعف العضلات بتاعت الحوض بتبقى كلها غلط. فانا النهارده لازم بكشف، دي في كشوفات بتبين لنا ده، في مسح شامل بالرنين المغناطيسي الرنين والمولودات فوق الصوتيه، في اختبار العضلات، في اختبار نسبه الدهون، المفروض اللاعب الكوره ما تزيدش عن 10%، يعني ما تزيدش عن 10%، السرعه وتشوف سرعه اللاعب، اختبار سرعه، هل الانديه بتعمل الفحوصات دي؟ هل احنا عندنا في مصر بنعمل ده؟ وهل احنا لما بنعمل ده، وبعدين احنا عندنا في حوادث كتير، اشهر حوادث كتير اللعيبه اللي ماتت في الملعب او ماتت في عقب مباريات. طبعا في من اهم عندنا في مصر كنا محمد عبد الوهاب الله يرحمه، ده كان خلال التدريب، كان خلال التدريب. وطبعا انا النهارده احنا بنستهون من المساله دي، مش عارف ليه، يعني المساله دي بناخدها، انما انا اللي بنتكلم عليه، انا كيف اسمح ان انا اجيب لاعب من بره وما اكشف لي؟ في لاعب، طب لما الصحف الرياضيه في مصر بتكتب ان النادي الفلاني بيوقع الكشف الطبي على اللاعب، فين بقى؟ عايز اعرف كشفوا عليه فين؟ رحنا عياده كشفنا عليه ولا يبقى في مركز متخصص؟ في لاعب ليه في نادي كبير في مصر هنا، وبعدين بعد ما ليه اكتشفوا ان عنده فيروس سي؟ طب ما ده هيأثر على المجهود. طب يا جماعه ده ابسط حالات، ده ب 5 جنيه عملنا كشف، اللي بشوف له البي سي ار بتاعه، ولا اشوف الحاجات البسيطه جدا، ازاي ان انا ما بنعملش ده؟ يعني دي من ضمن الحاجات اللي احنا بنهدر فيها فلوس بلا سبب. فالكشف الطبي مش بدعه ومش وجاهه، ودي حالات، انما احنا طبعا احنا المساله كلها بتاعت التعاقدات في اللاعبين واللاعبين بره، اصلا المساله فيها علامه استفهام كبيره، في علامه استفهام كبيره على الموضوع، بتبقى في ناس حريصه ان الصفقه تتم في مصالح باي صوره من الصور. لا، انا النهارده لازم نعمل ده، وده مهم جدا ان نتعمل ده. احنا شفنا رونالدو طالع من ريال مدريد، رونالدو كريستيانو رونالدو اللي هو نسبه الدهون عنده اقل من 7%، ده واحد المثال للاعب الكره النموذجي في العالم فيما يخص اللياقه البدنيه، لان هو ليه تدريباته الخاصه بتاعه. لما راح ليوفنتوس ما هو في كشف طبي، ما قالهمش بقى ده انا رونالدو انت هتكشف عليه طبي، احنا عندنا الظاهر. طب ليه مصدر معلومه حضرتك بتتكلم على اساس ان في تقريبا يقين عند حضرتك ان احنا لسه مش مطبقين ده في مصر؟ ما بتطبقش لما ما ده لو ما يطبقش ما تسمعش على الاصابات دي كلها. احنا هنضحك على بعض لو ده بيتطبق، ما نسمعش على الفضائح دي كلها. طب هو ايه اللي منعنا في مصر اننا نطبق؟ انا ما اعرفش، اسال ايه الصعوبه او ايه التعقيدات؟ لان انا مساله التعاقدات والكلام ده كله لغايه دلوقتي المساله فيها ما بتتمش انا في رايي مش شفافه. يعني بتبقى انت عايز في ناس عايزه تنجز الصفقه دي باي طريقه، بصرف النظر يجي يولع يلعب ما يلعبش ياك يفطس، انما العمولات ده بيرجعني لكلام المدرب التركي محسن ارتجال، من ضمن كمان الحاجات اللي قال لازم احافظ على صحه اللاعب،
سواء بقى بتوقيع الكشف الطبي المناسب عليه، معرفة حالته، إمكانية أنه يلعب خلال فترة الصيام أو ساعات الصيام ولا لا، وأن أنا أحافظ عليه التغذية والوجبات اللي محتاجها وصحته وعدم الإضرار به صحيا أو غذائيا في فترات معينة، لأن قال اللعب ده استثمار، اللعب ده قيمة مالية وصحية على كبيرة. فكرة برضو الناس عشان تعرف أن هو أرتوغرل ده درب الإسماعيلي، يعني من ضمن الأندية اللي دربها درب الإسماعيلي والإفريقي التونسي، درب يعني مدرب كبير. أنا القضية كلها موضوع لازم نهتم به جدا، ولازم انا يعني انا وانا النهارده ما دي يعني هل محتاجين ما كل نادي يعمل على كيفه مثلا؟ ما هي في الاخر ده الفلوس اللي بتدفع ديت، ما هي انت في الاخر اصل ما حدش يقول لك ما احنا لو احنا عندنا وفقا لمنظومه الاحتراف، ما انت مصاريفك اللي بتصرفها لازم تبقى عارفينها بتصرفها في ايه، ولانك انت بتصرفها ما تقوليش اصل مال، لا مش مال، هو مش مال سايب على فكره، هو لازم يبقى المساله. ما دلوقتي بقت المساله ما حدش عارف اي حاجه، لان الفلوس بتصرف في حاجات كتيره في انديه ثانيه ما حدش عارف دي منين ولا جايه منين، ومبالغ رهيبه بتصرف. فانا من باب اولى انا كدوله انا اعمل نظام ان اللاعب ده لازم يتعمل في حته، انا اجبر الانديه ان تعمل ده للصالح العام. هي ما في الاخر ده ما هي دي ميزانيه بلد، يعني مش يعني هو انا فلوس الشخصيه دي مش جزء من نمو البلد؟ يعني انا وانت وغيري وغيرك، انا لو انا عندي مشروع قطاع خاص او في اي حاجه بكسب، ما انا بزود النمو بتاع معدل النمو. فالمفروض ان اي نفقات تنفق او تدفع في اللاعب اللي صح بس يا جماعه، يعني مش اكتر من كده نعمل ده، ما تزعلش حد ديت. انما احنا مساله احنا سايبين المسائل كل واحد بيعمل. طب على مستوى قطاع الناشئين هصعب الامور بقى شويه يا استاذ ابراهيم، حضرتك دايما مهتم بالقطاع ده ومستقبل المواهب والنشأ في مصر، الى اي مدى اذا كان احنا لسه عندنا قصور في فكره علوم التغذيه والاحتراف في مجال الطب الرياضي على مستوى الفرق الاولى، ما بالنا بقى بالناشئين؟ يا سيدي الناشئين اصلا نظام تدريبهم غلط يا سيدي، الموضوع كله غلط في غلط في قطاع الناشئين. لا وعشان كده ربطته بتدخل الدوله، لازم الدوله تحط ايدها على الناشئين في كل اللعبات على فكره. انا عايزه تعمل ايه الدوله في تجربه واحد، النادي الوحيد اللي عملت التجربه دي وادي دجله ماجد سامي، وانا يعني انا عايز اقول له ان الراجل ده عامل شيء غير عادي. مجموعه الولاد اللي عامل لانه عملوا التجربه دي، بس هي التجربه دي ما طلعتناش الواو ليه؟ لانه انت في الاخر عدد اللي بيمارس اصلا الكوره في مصر قد ايه؟ ما هو عدد قليل، فعشان كده المواهب اللي هتبقى طالعه قليله، نصيبه من المواهب دي قد ايه قليل، فانما عامل تجربه كويسه مع ناس ربما ما تكونش المواهب، لان انا لما اجي اختار مواهب مش المساله مواهب، انا عايز اخد حاجات. انا عندنا بنطلع اكيد عندنا في مصر عبقريات، زي يطلع حاجه زي ميسي اكيد عندنا ده، بس ما اصلا ما لعبش كوره، هو اصلا ما مارسش عشان نشوفه، فموهبه راحت عليك. لما نعمل مرسى عشان كده الدوله لازم الدوله تتدخل فيما يخص قطاعات الناشئين، ما نسيبش المساله كده للاتحادات الرياضيه، لا الدوله تخش هنا. اذا كنا عايزين نرفع من شان الرياضه المصريه لازم الدوله تخش فيما يخص قطاع الناشئين. تعمل ايه اللي انت حضرتك بتقوله بقى، الطب الرياضي وكذا وكذا، انا اجيب برامج الاعداد البدني، اجيب خبير عالمي من عند خبرة العالميين من اي دوله في العالم، تحط لي برنامج تعالى 5 سنين أو 6 سنين برنامج مهاري، تعالى حط لي البدني يعني، وتعالى اعمل لي برنامج بدني وبرنامج مهاري وبرنامج بقى اللي هو تغذيه وتثقيف والكلام ده كله وطب رياضي وكلام. لو عملنا الكلام ده انا دوله وانا اديها للانديه، ادي ده للانديه، انا بجيب اللي يعمل ده وانا ادي له للانديه تطبقه. ده كمان اللي انا يعني عرفته كمان من زملائنا فريق اعداد البرنامج، ان المهندس ماجد سامي تبنى المجموعه دي على مستويين، مستوى التعليمي تغطيه الجانب التعليمي والصحي. ما هو انت بتجيب واحد، انت جايب واحد وتعليمي. من حته انت جبت صغير عنده 12 مشروع حضرتك ده، هو عمل مشروع صغير فخده 12 سنه يبقى لازم انا اعلمه، وانا هجيبه هنا يبقى انا هتحمل نفقاته، وممكن اجيب اهله كمان لو هو صغير مش قادر، يعني المساله فيها تكلفه، بس هتجيب ماجد سامي النهارده عامل دلوقتي وكل اللي عنده الاولاد وعنده مدرب، انا بعتقد من احسن المدربين اللي في مصر دلوقتي المدرب اللي عنده، وانا سمعت انه جدد له 3 سنين يعني. فانا النهارده المدرب، بس انا الفكره كلها البرنامج هو اشتغل على قماشه صغيره. تخيل بقى لو انا النهارده احنا زودنا عدد من يمارس الكره عشان بالتالي تزيد فرص اكتشاف المواهب اللي بينهم. تخيل لو زودنا ده، تخيل لو بقت في منظومه معموله الدوله عاملاها، جايبه خبير الدوله اللي تعمل ده، وانا ومش اتحاد الكره مش هيعمل ده. طبعا لا، عشان حضرتك تتعلق على الحاجات اللي هي مفترض انها من الاساسيات في خضوع اي لاعب وقت التعاقد معاه او قبل التعاقد معاه لاختبارات طبيه محدده، اختبارات رسم القلب والصحه بشكل عام،
اختبار استقرار هيكل العضلات كمنطقة الحوض على سبيل المثال، المسح الشامل بالرنين المغناطيسي والموجات فوق الصوتية للاعب، اختبار حركة العضلات وتأثيرها على أداء اللاعب حركيا، معرفة درجة الدهون في الجسم أو نسبة الدهون الرياضي لا يجب أن يزيد عن 10%، اختبارات السرعة لمعرفة سرعة تعادل اللاعب وبعض الأندية تتضمن لازم أعرف سمع والبصر أيضا. أنا عايز أعرف لياقته البدنية قد إيه؟ واحنا دايما بنتكلم يقول لك اللياقه البدنيه، طب تعالى يا عم الحاج وايه اللياقه البدنيه؟ التعريف البسيط للياقه البدنيه لها تعريفات كثيره، انما قدره القلب على ضخ اكبر كميه دم وقدره الرئتين على ضخ اكبر كميه اكسجين لاطول فتره ممكنه، اللي هي المجهود اللي يقدر يبذله اللاعب في 90 دقيقه. احنا بنشوف بره بيعمل 14 و15 و16 كيلو في المباراه. ليه؟ اللي هي بتبقى اغلبها في التحركات الغير مباشره. خدت بالك؟ هل احنا بنعمل اختبار للياقه البدنيه عشان نقيس اللياقه البدنيه بتاع اللاعب ده؟ احنا عندنا لعيبه لما طلعت بره في انديه بره في، وعلى سبيل المثال كان موهبه عظيمه جدا وطلعت بره في اوروبا، لهم يعملوا اللياقه ما هي القلب والرئتين دول اللي هي الموتور. ما هو اللياقه البدنيه في العربيه بنزين وهواء، في اللياقه البدنيه الدم والاكسجين، الرئتين بتدي اكسجين والقلب بيدي دم لأطول فترة ممكنة، اللي هو بنقول لك نفسه ما تكرش، ما خلاص ما بقاش بيلقف خلاص. هل بعمل ده عندي؟ هل أنا عندي أقدر أعرف مقياس؟ ما إحنا عندنا لعيبة مواهب بس ما قدرش يلعب أكتر من ثلث ساعة. حضرتك تجربة بايرن ميونخ الألماني لما قعد يحاول يعرف سبب إصابة أريان رابن في الفترة اللي فاتت، كان عنده شكوى من ظهره. عملوا له كمية اختبارات رهيبة جدا على مدى فترة طويلة وكلها طلعت إيجابية وما عندوش أي مشكلة. وصلوا في الآخر إن أصل الإصابة دي من أسنانه. هي سبب المشكله اللي مسببه له الم في ظهره، بداوا يعالجوها. يعني انا بقى النهارده يعني انا الاساس في اي حاجه، اي لعيب جاي من بره انا لازم اشوف معدل لياقته البدنيه. هل انا عندي طريقه ان انا اقدر عندي ده غير ما يكون في جهاز مركز اعرف ده هيشيلني ولا مش هيشيلني اللعيب ده؟ هل هيقدر يلعب 90 دقيقه ولا ما يقدرش يلعب 90 دقيقه؟ هي المساله اصلا مساله. وبعدين انت بره لما بيختار احنا على اساس ايه بنجيب لاعب وبره على اساس ايه؟ انت بره من تحليل المباريات بيجي اللاعب يبقى عامل له تحليل المباريات مثلا اخر خمس مباريات او عدد مباريات، بيشوفوا تحركات المباشره غير مباشره، وبتلاقي على الرسم البياني اللي طالع ده النقط اللي راح فيها في طول الماتش، راح هنا وراح هنا وراح هنا وراح هنا. فانا بشوف ده من غير كوره بيتعصب، هم عندهم من غير كوره بيروح فين؟ ده اهم حاجه. احنا اللعيبه عندنا بتستخبى، يعني اول ما بيمر بيصدق بيديها لحد ويروح. طيب عشان اوصل لنهايه او يعني خلاصه ما قلنا او اللي حضرتك عايز تقوله عن قضيه التغذيه واللاعبين ومواعيدهم والساعه البيولوجيه والوجبات خلال شهر رمضان، او فكره الصوم او عدم الالتزام بالصوم خلال الايام اللي فيها مباريات قبل الفطار، حضرتك بتقول ان الامور لازم تؤخذ بمنظور علمي حتى لو احترمنا رغبه اللاعبين وحرصهم على اداء المباريات خلال اداء فريضه الصوم، انه لازم الموضوع يبقى مرافق له في ابداء الراي ووضع استراتيجيه للمرحله دي فريق طبي متخصص. ده نعمل ده وبعدين عشان انا بتكلم عشان منتخب لازم نحل الاشكاليه، لازم يبقى في حل الاشكاليه دي بصوره. طبعا بنتكلم عن تدريبات او مباريات وديه. مباريات طبعا ده مهم جدا، لان يعني مش احنا بكل مره بنقعد نحكي الحكايه ديت. وانا ما بتكلمش من ناحيه فقهيه خالص، حلال ولا حرام او يصوم او يفطر، ده موضوع انا بتكلم، بس لازم نتكلم المنظور الثاني العلمي. الجسم ده ايه؟ ما هو ربنا سبحانه وتعالى برضه خلقك عشان ما هو في توازنات معينه مطلوبه يا سيدي يعني. الفاضل انت اصلك انت في ممارسه النشاط، ما هو الجسم ده له قدرات، لو انت زودت عن القدرات ديت انت بيحصل ضرر. يعني احنا المساله مش ملهاش سقف، وهو ده اللي قبل ما يبقى في حكايه الكشف عن المنشطات والحاجات دي كلها، كان اياميه كان الاتحاد السوفيتي، كان الصراع ما بين الكتله الاتحاد السوفيتي كشرق والغرب وامريكا الولايات المتحده، كانت الرياضه ده الميدان اللي قادرين يتنافسوا فيه الصراعات في الميداليات الاولمبيه تحديدا. فكان الاتحاد السوفيتي مكسر الولايات المتحده في فتكتشف انه كانوا بيعملوا ايه. يعني كل الربعين بتاع الاتحاد السوفيتي مثلا، تعال شوف الستات في رفع الاثقال في الستات، طلع لهم بعد ما بطلوا طلع لهم شنب وطلع لهم دقن وبتعمل الهرمونات اللي خدوها. الربعين بتاع الاتحاد السوفيتي اصيبوا بالكهوله في سن 40 سنه، بقى كهل لانه استهلكوا، لانه اشتغل بكل قدرات الجسم كلها. وحكمه ربنا انك انت بتشتغل ب 60% ولا 40% بتاعنا للشيخوخه، فده كان كله عشان كده. مش الفكره انك انت عشان تكسب، وعشان كده دلوقتي في رياضات المفروض انها تتلغي. يعني انت عايز تقول لي رياضه الملاكمه المحترفين دي رياضه؟
انما حدش يقدر يوقفها ولا حد يقدر يعمل ده عشان المراهنات ولا حد يقدر يعمل الكلام ده حجم المكاسب الماليه، لكن هي فيها ضرر مباشر. ضرر ايه يا راجل؟ كل ضربه بتعمل بتموت خلايا في المخ. ضرر ايه؟ اذا كانت من اكتر الحاجات اللي بتسببها في العالم الباركنسون ده وحاجات كتيره جدا يعني. انما ليه؟ لان انت الرياضه خرجت عن المسار. كانت الرياضه الاول الرياضه للرياضه، لما دخلت الفلوس وظهر الاحتراف وظهر مدام دخلت الفلوس طلعت حاجات كتيره طلعت بره. احنا عندنا اكتر من راي. فاندرمير المدير الفني الهولندي بيقول، هو عنده اراء في هذه المساله، بيقول يجب على اللاعبين تناول الطعام ويجب ان يعودوا للصيام بعد ايام رمضان ومسموح به في الديانه الاسلاميه على ما اعتقد، ده اعتقاده يعني، هو مش بيفتي في الامر. بيقول جسديا لديك خطر اكبر من حيث امكانيات التعرض للاصابات، ويحدث اضطراب كبير في الاشارات بين العقل والاعصاب والعضلات، لذلك تظهر مشكلات العضلات والمزيد من اصابات الركبه تحديدا. مارتن كوبمان وهو من المدربين اللي لهم خبرات في المنطقة العربية وفاز بأكثر من بطولة، منها فترات فاز بها ببطولات خلال فترة شهر رمضان المبارك مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، قال إجابتي حول هذا الأمر، قبل 16 ساعة بدون طعام يجب أن يتناول اللاعبون الكثير من الكربوهيدرات زي المكرونة أو الفطائر، المشروبات والسوائل أمر هام، يمكن أن تلعب بالتأكيد بعد ذلك، ولكن خذ قسطا من الراحة للنوم قبل أكثر من 3 ساعات من المباريات. أكل الإسباجيتي، سلطة الدجاج، لا يفضل أكل اللحم البقري أو السمك. يعني بيقول حتى نوع الوجبات أو نوع الأغذية اللي هي ممكن ما تسببش مشكلة للعب في الهضم قبل في الأول وفي الآخر. إحنا كل اللي طالبينه بنقول من دلوقتي، بنقول لإخواننا في المنتخب ونقول لإخواننا في الأندية، شوفوا الموضوع ايه، درسوا الموضوع ايه، اعملوا الصح ايه، بلاش نتحرك بعشوائيه يعني اقربوا ده. وبعدين برضو في حكايه الكشوفات الطبيه، انت عندك يعني لو تستعرض اسماء الناس اللي ماتوا في الملاعب، عندنا اشكاليه في الموضوع ده. يعني حتى كشف الدوري محمد، في انا كلاعيبه، انا كشف دوري يعني لازم انا كل في كل موسم اعمل كشف دوري، مهم جدا ان انا اشوف القلب بالذات والكلام ده كله، لانك انت بتحصل يعني اشوف عندك كام لاعب وتشوف قدامك كام لاعب ماتوا في الملعب. هنعرض بعض الاسماء او بعض الحالات، بس عندنا لاستكمال الاراء عشان حضرتك تعقب على مجمل الاراء اللي قمنا باستعراضها في هذا الحوار. راي الدكتور هشام العمري اخصائي التغذيه الرياضيه بيقول، اذا كانت هناك تدريبات في نهار رمضان فهناك ما يعرف باعاده بناء طاقه وانسجه الجسم، اي تاهيل الجسم من خلال وجبتي السحور وافطار اليوم الذي قبلها، حيث يتم تناول وجبه افطار تحتوي على الكربوهيدرات والبروتينات والسكريات والنشويات مع زياده نسبه الملح في الطعام وتناول كميات كبيره من الماء بدءا من الافطار وحتى السحور. يعني بيقول ان في ضرورات حتى خلال هذا الشهر لو في ممارسه نشاط حركي قوي او تدريبات خلال فتره الصوم. مؤكد يعني رأي دكتور هشام العمري في حاجات تتعمل، ده اللي بنقوله يعني، ما نسيبش المساله برضو كده، والمساله ما تتاخدش على الطريقه بتاعتنا احنا. لا مش وكمان في تفاصيل كتير، عشان بس ده مش راي دكتور هشام مكتمل، ده في يعني الوقت بس مش هيتسع على عرض كل التفاصيل، لكنه بيقول ان حتى نوعيه محتوى الوجبه يجب ان يختلف، مكونات الوجبه يجب ان تختلف بحسب حتى وقت التدريب. يعني لو لاعب هيتدرب قبل الفطار بساعتين يبقى محتاج فطار في وجبه مختلفه عن لو كان تدريبه في الصباح مثلا. يعني الامور دي بيقولوا انها دقيقه. انا بقى هي مساله لازم تحسب يعني. ما احنا يعني احنا مشكلتنا بنتفاجئ برمضان. يعني تلاقي الناس كلها كان رمضان احنا ايه جالنا صدفه، ما احنا عارفين من قبلها بسنه انه هيجي في اليوم ده على فكره، وبنتفاجئ برمضان. برضو من ضمن الحاجات اللي هنتفاجئ بيها، هتلاقي عامله ربكه بتاع ديت النظام، هنعمل ايه تدريبات والنظام ايه؟ هل انت هتعمل تدريبات بالليل؟ طب لو عملتها بالليل انت عامل ايه؟ طب النوم ازاي؟ الكلام ده كله ارجو انه يكون في حسابات الادارات الفنيه والكلام ده كله يكون معروف، ده ارجو ذلك يعني ان شاء الله. عندنا ملفات كتيره جدا، الوقت المتبقي عايزين نسمع اراء حضرتك فيها يا استاذ ابراهيم. التحكيم الاجنبي او نهايه عهد التحكيم الاجنبي في الدوري المصري ده حسب او بدءا من الموسم القادم في المسابقات المحليه، لانه في قرار صدر حضرتك تعلم من اتحاد الكره بالاستعانه فقط او الاعتماد فقط على الحكام المصريين. لا ما صدر كده، لا احنا اللي كنا عرفناه ان اتحاد الكره قال قرار او ربما يفكر فقط في القرار. لا 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 النهارده كان الاستاذ ياسر ايوب كان كاتب في المصري اليوم النهارده، ده كان التفكير في الموسم القادم يعني. بيقولوا انه في الموسم القادم انت عارف اتحاد الكره فكر في ايه والقاها، يعني فكر والقاها، قال لك بدل ما بناخد هم بياخدوا 25000 دولار هنخليها 50000 دولار. هنخلي التكلفه اصعب على الانديه. طيب احنا بس لازم طيب تعالى عشان نناقش المساله دي، تعالى نشوف ايه اللي حصل. احنا جبنا 24 طاقم حكام من بره، التكلفه بتاعتهم 600000 دولار، يعني حوالي 10 مليون و200000 جنيه. التكلفه الحقيقيه النادي بيدفع 25000 دولار، انما التكلفه الحقيقيه 7000 دولار بس، لانه هم بياخدوا
يعني 7000 دولار اللي هي تكلفه اليومين والبدل واللي بياخدوه وتذكره الطياره. الاتحاد بيقسم او بياخد مبلغ مصدر دخل دي. انا شايف هو سؤال بس ليه ما دام التكلفه الفعليه 7000 دولار ليه تبقى تكلفه؟ لا ما هو قال يعني قال عشان يمنع ده ده طب حد معاه فلوس يا سيدي حقيقي هو اللي حصل زي ما احنا صرفنا ده. انما في المنظور الثاني احنا خلصنا على التحكيم في مصر. مفيش كره قدم هيبقى من غير تحكيم خلي بالك. طيب هتيجي تقول لي وياسر ايوبي النهارده في الاقتراح بتاعه بيقول ان احنا نجيب رئيس نجيب حكم اجنبي كبير معتزل من حته بره يمسك رئيس دار الحكام. في دول كتير بتعمل كده على فكره. طيب ويبقى هو المسؤول والكلام ده كله ومبقاش في لجنه حكام لان طبعا عشان الهروله والكلام العك اللي بيحصل ده. بس انا برضه عايز اقول لياسر وعايز اقول الحكايه مش حكايه ان انا اجيب واحد ده. هي الفكره كلها ايه المشكله ايه؟ انا النهارده انا كاتحاد كوره انا المفترض ان انا منظومه انا الاتحاد انا اللي بشرف انا الكبير بتاع الحدوته دي. اي حد يخرج عن اللوائح والنظام والكلام ده كله انا لازم يبقى عندي جزاءات. اتحاد الكره اضعف من ان ياخد اي قرار ضد اي حد. الحكام بيتلعن السفين اللي خلفوهم ازاي انا. طب مش معنى حكامنا بره بيطلعوا يحكموا في المباريات اللي بره في افريقيا والحته دي وكويسين وامتياز والكلام ده كله انت احنا اللي مخلصين عليهم. يعني لا كرامه للنبي في وطن. طب احنا شايفين ليه ما بنتعاملش بقى ككيانات رياضيه عشان انت بيطلع عشان مصري زي ما بنعمل عشان انا لو انا عندي قانون لو انا النهارده اتحاد وعندي حد بيطلع النهارده بيخالف ده وحاسبه والكلام ده وفقا للوائح يقدر حد النهارده يعترض على شفت اتوقف كماتش اسمه نيمار على الماتش بتاعت لما اعترض على الحكم في الماتش بتاع باريس سان جيرمان في اللي طلع فيه من دوري اوروبا مع مانشستر يونايتد من وكلام على طول اتعاقب نيمار اتعاقب. احنا ما بنقدرش نعمل ده. فاحنا المشكله قايمه طول ما احنا عجزه. ايه القرارات لو حضرتك بتقول مقترحات ايه القرارات يا سيدي الفاضل ان انا انفذ القانون. انا اقول ما فيش حد حيلي وما فيش حد حيلي يعني ما انتهينا. احنا في وقت من الاوقات ايام ما كان الذره في الستينيات والكلام ده كله كان الحكام بتوعنا كان حد يقدر يعترض على حكم. النهارده مثلا حسين امبراطور حسين امام خدت بالك كان يقدر حد يعترض عليه ويعني ده كان معروف انه كان لعب في الزمالك كان حد يقدر يعترض عليه ولا حد يقدر يقول لا؟ لا هو انت هي قوه الحكم انك انت المناخ اللي موجود. انما لما انت بتشكك في الحكم وبتشكك في الكلام ده كله بتدي فرصه لكلام ده يعني من الذي او من المنوط به انه يبدا في اعاده هو اتحاد الكوره هو اتحاد الكوره ياخد قرارات بس يبقى قادر على انه يعمل ده. انا بقول مش هجيب حد من بره. انما تقول لي 50000 دولار في ناس معاها فلوس هتدفع هتدفع ده. طب وبعدين؟ ما هو انت مش هيبقى عندك كوره من غير تحكيم خلي بالك. وبعدين انا النهارده بدل طب انت الفلوس اللي بتاخدها اللي هي نص المبلغ اللي انت اللي كنت بتعرقه ده في ده طب ما انت كنت تعمله انت لرفع مستوى التحكيم. طب ما عندنا النهارده لما تيجي مش نص ده حضرتك بتقول 7 و25 ما تشوف يعني 7 وقصادهم 18000 دولار. طب النهارده في تونس مثلا هم عاملين بيت للحكام. يعني النهارده الاتحاد الدولي بيدعم ده ويقول لك طب انا عرض واحنا المفروض انه عرض علينا احنا واحنا رفضنا ان ده ان تطوير الاتحادات والبلدان بيعملوا مبنى لتطوير التحكيم خدت بالك. فالنهارده ليه احنا تونس عاملاه وخدت خدت من الاتحاد الدولي اللي هي المشروع ليه ما بيعملش عنده حكام؟ ولو انا عندي حكام ممكن او فيما تستثمر الفارق ده في الفلوس ما انا اعمل ده ما انا اعمل ده انا اعمل تطوير الحكام. انما المساله مش كده. انما لازم نوقف حد كل ده. ده المفترض انه يحصل الموسم القادم. الضروري ان احنا لا نستعين بحكام اجانب دي وجهه نظر طبيعيه. انا النهارده ما هو طول ما هو انت اصل المساله في حاجات كثيره كمان بتدخل يعني تسمع كلام وحاجات وبقت المساله ما صار شك. ما انت ما انت لما بتشكك في الحكم ما هينزل مرعوب اصلا يعني خدت بالك. طب هل هي مسؤوليه اتحاد الكره بس ولا كمان قيادات لا وفي الاعلام والانديه القانون عشان كده حاطط القانون. انا لما حد يعترض من الكلام ده انا حاسبه على طول واوقفه على طول. اما انا احميها ازاي؟ نستحمل غلطاتهم سنه يا سيدي. يعني احنا بصراحه اذا كان في مشكله عند اتحاد الكره او حضرتك بتطرح ده وبتقول ان ده جزء كبير من المشكله اجهزه فنيه بتتكلم عن التحكيم في مصر كله بيتكلم وبعدين انا النهارده انا اوقف لمده سنه موضوع الحكام اللي بيطلعوا في القنوات الفضائيه
هذا خلاص انت لسه هقول لحضرتك دلوقتي لما استوديو تحليلي يبقى بيستعين بحكم من الحكام اصحاب الخبرات ويقول او يعقب على قرار حكم في المباراه ده يعني القرار ده صح ده غلط وده متعارف عليه موجود يعني تحليل يعني انا النهارده احنا شفنا اخطاء في الدوري الانجليزي كان ما كان في ماتش ليفربول اصلا واوفسايد كانت كره مثلا ب 3 4 متر الحكم اتوقف وتعمل والكلام ده كله حد قدر يتكلم خلاص يعني هو جاب جون واتحسب الجون وانتهينا ما هي اخطاء الحكام جزء من اللعب انما لما انت بقت المساله تبقى فيها بيزيد والكلام ده كله عمرك ما هتقدر تلم ده لازم نوقف التدهور ده بصوره او باخرى بتوقف ازاي ان النهارده يبقى في قانون ويبقى كله ولازم الكل ينصاع لده ولازم الكل يلتزم بده اخيرا خلينا نتكلم في الجزء المتبقي من وقت الحلقه عن التجارب الدوليه وخصوصا الانديه المحترفين المصريين الاكثر تميزا في الدوريات الاوروبيه وخلينا نبدا بنجمنا محمد صلاح وما قيل انه ان شاء الله اصابته لن تكون مؤثره او مش خطيره هذا ما وصل الينا حتى الان بعد اصطدامه بحارس المرمى في مباراه ليفربول ونيوكاسل شايف فرص ليفربول في الدوري ازاي استاذ ابراهيم بعد الهزيمه امام برشلونه بثلاث اهداف نظيفه في اسبانيا ولكن تدارك الامور سريعا ولم تؤثر عليه في مشواره في الدوري وقدر يحسم مباراته مع نيوكاسل شايف فرص هو حسمها بالتيله يعني وطبعا هو يعني في الناحيه الثانيه هتلاقي برشلونه راح اتغلب 2-0 في الماتش اللي هناك بس ريح بس هو حسم الدوري هو حسم الدوري وريح ما عندوش الضغط العصبي بتاع الكلام ده يعني ده من حظ ليفربول طبعا انه عنده مشكله بتاعت الدوري والصراع مع مانشستر برشلونه بيلعب دلوقتي مركز على بطوله اوروبا لان الدوري اتحسم بالنسبه مركز على ده انما النهارده انا النهارده الماتش اللي جاي الاسبوع اللي جاي ماتش العوده ليفربول وبرشلونه ثلاثة او الاربعاء اعتقد يوم الثلاث اللي جاي الثلاث في الماتش الثلاث ده تعال نشوف بقى صلاح هيلعب ولا مش هيلعب دي نقطه مهمه كتير ما صلاح وماني الاثنين يعني 60% من الفرقه دي بصراحه يفرقوا ده جزء من المساله الجزء الثاني النهارده الفرص والحاجات دي كلها هل يستطيع النظر ليفربول لو قدر في اول المباراة يحرز هدف اللي خلي باله الاندفاع بتاعه لو اندفع والكلام ده كله زي ما حصل هو مش كان مندفع في برشلونه كان برشلونه هيحرز الصدري هو الصدري لا 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 ده كانت المساله اي هجمه لبرشلونه خطر جدا ده ناس فده الماتش مساله صعبه طيب يعني هل تقل الفرص كثيرا في امكانيه العوده او تعويض النتيجه نتيجه المباراه الاولى في حاله غياب محمد صلاح تبقى الفرص اقل كتير يعني طب يتقل طبعا انما مفيش مستحيل يعني هي بتقل انما مفيش مستحيل الله اعلم هل حضرتك ما زلت متوقع او زاد تاكيد توقعك لان يكون برشلونه في الفاينل حضرتك قلت اتمنى ليفربول في الفاينل لكن اتوقع برشلونه في الفاينل الاغلب كده طيب الناحيه الثانيه اياكس وتوتنهام اياكس هيلعب على ملعبه بين جماهيره وفاز خارج ملعبه في استاد توتنهام بهدف نظيف شايف فرص الفريقين ازاي؟ ما انت شوف الفرص شوف عملوا ايه في توتنهام ما اللي عملوه في زي اللي عملوه في ريال مدريد زي اللي عملوه في ده يعني يوفنتوس فرقه جامده وناس قدرت هم يعني هولنديين ناس بتفكر صح مطلع اجيال صح تعال شوف بقى النهارده الاياكس ده مجرد وصوله لنهائي بطوله اوروبا تعال شوف الفلوس اللي داخله له قد ايه وشوف البيع اللي عنده قد ايه بس هو ده بيصنع ده هولندا بلد مش كبيره انت خدت بالك انما قادرين يعملوا منظومه صح يعني طب يا جماعه يعني خلي بالك ان معظم في لعيبه كتير اجانب في اياكس في المنظومه بتاعتهم المغربي يعني في حد من المغرب وحد من يعني انا اقصد اقول هو بيدور على المواهب اينما مش المواهب يعني بالعبقريات الكرويه على الحاجات الفذه وبياخدها من السن الصغير وبيستحمل وبيدربها هو ده احنا نقدر نعمل ده عندنا والله هل احنا بنحمل على محمد صلاح فوق طاقته عندما نطلب منه انه يؤدي الى او يقود ليفربول للفوز في كل مباراه النهارده الجمهور بيتعامل معاه وبيتعجب من اي مباراه ممكن يتعادل او يخسر فيها ليفربول في ظل وجود صلاح في الملعب بصرف النظر عن مستوى المنافسين لو كانوا في قدرات فريق برشلونه هل محمد صلاح النهارده يحتمل هذا الضغط جماهيره عالميا بقت بتبص له دلوقتي وحطاه في تصنيف اللاعبين الاعلى موهبه في تاريخ الكره في العالم ومنهم كريستيانو رونالدو وميسي هل ده تقييم عادل ام تقييم ضاغط على محمد صلاح؟ ضاغط طبعا ضغط لان هو النهارده وهو محمد صلاح مثلا تخيل لو كان لو بيلعب في برشلونه مثلا في وسط المجموعه اللي موجوده المواهب الموجوده في برشلونه انتاجه ممكن يبقى مختلف تماما طبعا حاجه ثانيه غير ديت يعني انما المسألة كمان العناصر المميزه في صفوف ليفربول يعني حضرتك شايف مين في الملعب مميز جدا هو كفريق مدرب كويس جهاز فني جيد عندهم روح قتاليه عملوا صفقات كويسه لكن في النهايه مين الكي بلايرز اعتقد ان باجماع الاراء صلاح ماني فان دايك
وحارس المرمى طبعا. ما اعتقدش ان في عناصر تانية يقال عنها انها عناصر يعني في المستوى الممتاز في كره القدم، فده مؤثر على الفريق. هو ده حتى على الجمعيه، فكره الجمعيه. طب هو النهارده ليفربول مثلا في نيوكاسل ماتش مسك الكره بيدور الكره بيعمل كله. طب انت المساله مش انك انت عملت مره استحواذ بس، لا هي مش استحواذ، الفكره الاستحواذ ده الاساسي ان بتجهد اللي قدامك، بتفقده التركيز وبتجلده بدنيا، ونمره اتنين انك انت بتعمل في كذا في 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 العاب كتيره جدا انت بتمرر لغايه ما حد يقطع. للاسف هو هي دي بقى نقطه الضعف اللي عندهم، ما عندهمش اللاعب اللي فاهم انه امتى ان انا اروح اعمل زي في كره اليد في التسلسل، ازاي هترمي اللي على الدايره ده، ازاي هتدي له الكوره، لانه عمال يعني ممكن هل ممكن نقول لسه ليفربول عنده مشكله ان عدد اللاعبين في صفوفه اللي بيعملوا الفارق عددهم مش كبير، وبعدين دفاع هم اتنين او ثلاثه، وبعدين عنده اشكاليه في الدفاع برضه يعني ما فيش كلام عنده. ده هو قالوا ان السنه دي الشكل هيبقى مختلف تماما ما تعاقدوا مع فان دايك، لانه بيعتبر حاليا مش اغلى بس واحد من احسن مدربين لو حد يا راجل يدخل اللومان. لا لا عندهم مشكله اشكاليه يعني، وحتى الجون اللي جه كان موت من الضحك بتاع نيوكاسل. لا ما اعتقدش ان هم اياكس امام توتنهام، هل حضرتك شايف ان في فرص لسه لتوتنهام للعوده، خصوصا انه خسر على ملعبه صحيح، لكن ما اعرفش الهدف واحد سول الكوري ده ولا سون ده اخباره ايه؟ كان مؤثر جدا غيابه مع غياب هاري كين كمان في المباراه. لا ما هو هاري خلاص، هاري بره ما فيش هيلحق اعتقد. هل هيلحق يجي؟ واي نوت، من العناصر المؤثره معاك. طبعا طبعا، يعني اللعيب غريب جدا ده، يعني يوم الماتش بتاع سيتي شفت عامل ايه، جايب جونين ومكسر الدنيا. طب خلينا نستعرض مشوار لاعبينا الاكثر تميزا بالارقام في الدوريات الاوروبيه. عندنا طبعا حجازي، والله احمد حجازي افضل لاعب في ويست بروميتش. ده عامل حاجه كويسه جدا الحقيقه، يعني ده برافو عليه يعني. وانا بعتقد ان الفتره الجايه دي ممكن يتنقل في حته ثانيه، يعني بعتقد كده احمد حجازي يعني. وهو طبعا يعني بينافس من اجل الصعود. ما احمد حجازي عنده فرصه للعوده مره ثانيه، لان في فرص لفريقه في الصعود مره اخرى. تريزيجيه بيتصدر التشكيل المثالي في الدوري التركي، هو ده الحقيقه، ده اللي نقف قدامه لاعبي الدوري التركي. هاي الحقيقه يعني انا شايف يعني حتى كمان في الفتره اللي كان في منتخب مع كوبر والكلام ده كله، كان اكتر واحد يعني انا افتكر احسن واحد في المنتخب مع احترامي لكل المولودين بما فيهم صلاح، عمل مجهود خرافي. الراجل كان بيبقى على طول هو واخد طرف شمال ورايح على طول هانم، واول كره منقطع كان كوبر بيلعب بطريقه انك انت ترجع تاني تسيب اي حاجه وترجع تاني لورا، يعني عمل مجهود غير عادي وعمل مجهود غير عادي الحقيقه. لعيب هايل جدا يعني. يعني انا في رايي انه هل تريزيجيه مكانه الدوري التركي حتى لو كان عنده انديه؟ انا سامع ان جاي له حاجه بره، جاي له حاجه بره ب 6 مليون او 7 مليون بتاع ده، جاي له مبلغ كويس اليوم في فرنسا اعتقد في حاجه. وان الدوري في فرنسا انما بس هيتنقل، هيبقى متشاف اكتر يعني، هيبقى متشاف يعني. حضرتك شايفها خطوه للافضل في المشوار؟ يستحق طبعا، يستحق طبعا، يستحق ده. طب تريزيجيه هل محتاجين شغل من الجهاز الفني لمنتخبنا في الفتره الجايه؟ بيقال انه لاعب عنده الداشنج الاختراق بالكوره كويس جدا، الدريبلينج معقول جدا، سرعاته عاليه جدا، ولكن لسه الناس بتقول احنا مش مستفيدين بانتاج هذا اللاعب كما ينبغي، لانه لسه المدرب او الجهاز الفني ما قدرش يوصل بفينش نهايه انهاء الهجمه بافضل شكل اللي يكلل بيه المجهودات اللي بيبذلها في الملعب. هل شايف ان تريزيجيه نقدر نوصل؟ انا ما اعرفش، انا الحكم ده كان على الفتره اللي اغلبها كلها، سيبك من الماتشين اللي اتلعبوا ده، انما الفتره بتاعت كوبر. كوبر كان مخلص عليه، ده كان ده رايح جاي، ده اكتر واحد عمل مجهود يعني، ده كتر خيره انه كان بيوصل لغايه مثلا اللاعب بيستهلك على بيوصل. لا كان مخلص عليه، لا يعني انما انا بعتقد انه ممكن يتوظف بطريقه لو انا ما اعرفش خطه الريال ايه بقى، وهيبقى مين ومين اللي وراه في الطرف الشمال، مين اللي هيبقى وياه في الطرف الشمال يعني هيلعب معاه. طيب بعد ما اتكلمنا عن حجازي وتريزيجيه نستعرض باقي اسماء لاعبينا. 14 هدف لاحمد حسن كوكا مع ناديه في 31 مباراه حتى الان، من بينهم 21 في مسابقه الدوري وخمسه في كاس اليونان واربعه في اليوروب ليج، واضافه الى لقاء وحيد في التصفيات الاوروبيه، ونجح في احراز 15 هدف حتى الان. والله ما اعرفش، بس لما بيجي معانا احمد حسن لسه انتاجه مع المنتخب مش عارف، ما اعرفش هل برضه للمنتيجه، ما انت بس انت كنت بترمي راس حربه ده لوحده، احنا كانت طريقتنا الكور برضه اللي مع كوبر ده، هل هتستمر كده ولا هيبقى في نص ملعب يروح ويكمل ويدي الكلام ده كله؟
ما هو يعني ما دي مشكله راس الحربه، لو انت ما فيش حد بيكمل وحد بيروح والكلام ده هترمي له كوره اللي طول انت بتقتله. ما يقال يعني اجتهاداتنا وصلت لانه اجاري والجهاز الفني لمنتخبنا الاول حتى الان قانع جدا بقدرات احمد حسن كوكا، وانه قد يكون هو في حساباتهم يعني رقم واحد او من العنصرين الاساسيين اللي هيعتمد على واحد منهم كراس حربه رئيسي لمنتخب مصر. يعني هو وكان في علامات استفهام، الجمهور كان بيقول انه عامل نجاح كبير جدا كمصري محترف، مشواره متميز جدا بالارقام، ولكن لسه الجمهور مش شايف الانتاج ده. ما هو شايفه لان انا في الماتشات اللي لعبها كلها يعني بنحسب عليه ايه؟ انك انت مش علق له كور، خدت بالك؟ كلها ودايما بيبقى لوحده. احنا كان احمد حسن كوكا ما هو الوصمه اللي جات له انه كان بيلعب لوحده محطوط لقدام، وعليه بقى بيجري في نص ملعب لوحده، وعليه ان هو يعني عليه انه يطوع الكوره. طب ده معقول الكلام ده كله؟ انما لو لا انا ما اعرفش ان طب يعني الراجل ما هو في الدوري اليوناني، ودوري اليوناني قوي مش ضعيف يعني. وعندنا كمان طبعا نجمنا محمد صلاح، مكانه متميزه جدا، هو حتى الان هداف الدوري الانجليزي، حتى الان بيتصدر السباق للموسم الثاني على التوالي بعد ما خد كل او احتكر كل الالقاب الفرديه، بلاير اوف ذا يير، لاعب العام، وهداف الموسم الماضي. كيف ترى اداء محمد صلاح هذا الموسم؟ الناس كانت في جدليه اذا كان اقل من الموسم اللي فات. طيب ماشي، ممكن يبقى اقل. مين هداف الدوري الانجليزي دلوقتي؟ محمد صلاح وجايب كام جول؟ 22 جول، 22 هدف. يعني هو ثاني واحد وراه ماني لو 20 هدف. الناس يعني لما يبقى كل الهجوم ده كله انا ما اعرفش احنا هو هل في الدنيا حد ممكن يبقى؟ ما احنا شفنا ميسي في ماتشات بينزل ما بيلفش جوه يعني اللي هو ميسي يعني. فالمساله ما اعرفش احنا على اساس ايه الحسابات دي كلها. انما انا عايز اقول انما وهو انت في حتى في الدوري الانجليزي، طب مين هداف الدوري دلوقتي بصرف النظر؟ ما هو محمد صلاح. طيب حضرتك مش شايف مبرر لاي انتقادات لمحمد؟ لا طيب. هسأل سؤال اخير، لان الجمهور او اصحاب المجموعه الواحده بيختلفوا على الامر ده طول الوقت في حديثهم عن الدوريات الاوروبيه، ويكون ختام للحوار هذا اليوم مع حضرتك استاذ ابراهيم. في حاله فوز ليفربول بلقب هذا الموسم، سواء كنا بنتكلم عن فرصه لو باقيه في الدوري الاوروبي او في الشامبيونز ليج او الدوري الانجليزي، وفي حاله عدم فوزه باي بطوله من البطولتين، هل تتمنى استمرار محمد صلاح مع ليفربول الموسم القادم، ولا ان يبحث عن تجربه من العروض المقدمه له ويبدا تجربه جديده الموسم القادم، وليه؟ انا ما اصل احنا قاعدين هنا الكلام سهل يا محمد. انما اكتر واحد ادرى واحد في المساله دي كلها هو يعني انا السنه اللي فاتت لما خلص بعد اللي عمله كله في البتاع ده، انا كنت ساعتها كنت بتمنى ان هو يروح نادي تاني. بس حتى حاجه اعلى اعلى يعني لو كان صحيح ان برشلونه كان عايزه، لا كان يروح. ليه؟ لانك انت رايح في مكان جديد ما عندكش حاجه يعني انت بتبني هناك. انما انت لما تبقى انت باني حاجه في مكان ده دايما المقارنه موجوده، اول ماتش اللي ما جابش جون ياد النيله، طب الماتش اللي بعدين مش عارف، زي ما حصل مع صلاح في الموسم ده يعني المساله اخذت بدا الجمهور بيقارنوا كل دقيقه مقارنه، انت بتقارن باللي فات دايما. انما انت لما بتروح في الاول لو انا في نادي بقى تخيل في برشلونه او الكلام ده كله المساله هتفرق، بتفرق كتير جدا. انما هو الوحيد الاقدر على يعمل ده، والعروض الحقيقيه هل في عروض حقيقيه ولا لا؟ انا ما اعرفش الحقيقه. طيب ده هننتظر نهايه الموسم وفتره الانتقالات والعروض اللي بتقدم، ونشوف طبعا هيقرر ايه، اذا كان الاستمرار مع ليفربول او الانتقال لتجربه جديده او يبحث عن تجربه ونجاحات جديده ربما مع نادي اخر، ومش هنسبق الاحداث. في نهايه هذا الحوار بشكر حضرتك على وجودك معنا النهارده، الناقد الرياضي الكبير استاذ ابراهيم حجازي، شكرا جزيلا لك. كل سنه وحضرتك. كل سنه وانت طيب. نلحق بقى عشان نسحر بقى، وعشان الشباب اللي هنا دول كلهم يلحقوا، ده في ناس تعبينهم ومسهرينهم معانا. كل سنه وحضراتكم طيبين، بشكر حضراتكم على المتابعه نهايه هذه الحلقه، والى اللقاء.